بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، هذه أجمل تحية عبر شاشة قناة عمان الرياضية. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات مساء آسيا، هذا البرنامج الذي يواكب بطولة كأس الأمم الآسيوية التي وصلت إلى نهايتها وإلى يوم الختام الذي سيكون على مسرحه المنتخبان اللذان صعدا إلى المباراة النهائية قطر واليابان. بكل تأكيد بانتظار هذه المباراة الكبيرة، وهناك الكثير من التفاصيل من خلال هذه الحلقة سنستعرضها تباعا حول هذه البطولة. قبل ذلك أرحب بالزملاء رشيد جابر، حياك الله أبو فيصل. مرحبا. مرحبا مع النداف، أهلا وسهلا. مرحبا بك يا أهلا وسهلا. إذن أيضا الزميل أحمد الكعبي سيكون معنا أكيد من أبو ظبي، وسنتواصل معه كذلك في الحديث عن المباراة المنتظرة وعن ما آلت إليه البطولة حتى الآن، وبلوغ منتخبي قطر واليابان المباراة النهائية بانتظار تاريخ جديد يكتب في هذه البطولة سواء للعناب القطري أو الكمبيوتر الياباني. وحتى إن شاء الله سيكون خلال الدقائق القادمة أيضا معنا الزميل أحمد الكعبي من هناك كالعادة. أرحب بكم من جديد، وأرحب بالزميل أحمد الكعبي إذن هناك في أبو ظبي. أحمد مساء الخير أولا، وأهلا بك في هذه الحلقة من جديد، وطبعا مشوار طويل في هذه البطولة هناك في أبو ظبي. الآن نحن بانتظار المباراة النهائية أكيد والحديث، لكن ما زال طبعا مستمرا عن الفريقين اللذين يتواجدان على مسرح النهائي. كيف تبدو الصورة هناك أحمد؟ طيب، على كل حال أحمد يعني يبدو أن في مشكلة عنده في الصوت، عموما سنعود إليه في حال جاهزيته في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن كثير من التفاصيل كما ذكرت، بما أنه هو طبعا يوم فاصل وغدا أيضا يوم آخر يفصلنا عن المباراة النهائية، وبالتالي هي فرصة للحديث عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة من أرقام وإحصائيات وأسماء ونجوم ومدربين طبعا برزوا في هذه النسخة من البطولة الآسيوية على مدى الأيام الماضية، والتي شهدت الكثير من النتائج المثيرة وبعض المفاجآت. انتهى الأمر، وصلنا إلى اليوم الأخير الذي سيفصح بعد ذلك عن بطل جديد لنهائيات كأس الأمم الآسيوية في نسختها الحالية. إذن سنعود لأحمد حالما يكون جاهزا أكيد. أحمد إذن نرحب بك من جديد طبعا في مساء آسيا، وكما ذكرت بأن الحديث في هذا اليوم بالتأكيد لا زال مستمرا عن نصف النهائي، وأيضا بدأ الحديث عن المباراة النهائية والتحضير لهذا اللقاء وردود الفعل طبعا على النتائج المسجلة في نصف النهائي في المباراتين. طبعا كيف تبدو هناك الصورة، وكيف تبدو الترشيحات للمباراة النهائية حيث بدأ الحديث عن هذه المباراة؟ مساء الخير حسين، تحية لك ولضيوفك الكرام وجميع مشاهدي قناة عمان الرياضية. بكل تأكيد الآن الأحاديث كلها عن المباراة النهائية التي ستجمع المنتخب الياباني والمنتخب القطري. طبعا الحديث عن اليابان وتاريخ كبير في النهاية الذي لم تخسره إطلاقا، وعن لقب جديد تبحث عنه اليابان بثوبها الجديد في هذه البطولة، والحديث أيضا عن المنتخب القطري المميز صاحب أفضل خط دفاع لم يستقبل أي هدف إطلاقا، الفريق المنظم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز. الكل حقيقة يعني يرى بأنه موضوع ترشيح منتخب على حساب آخر للفوز بالبطولة فيه من الصعوبة شيء الكثير، لأن المنتخبين قدموا عروض متميزة حقيقة طوال فترة هذه البطولة، وبالتالي الاحتمالات كلها متساوية حقيقة عندما يتعلق الأمر بهذه المباراة النهائية الكبيرة. ولكن دعنا نتحدث أيضا عن ردود الفعل هنا في الوسط الرياضي الإماراتي بعد الخروج من دور نصف النهائي ووداع البطولة، بالرغم من الأمنيات الكبيرة بمعانقة اللقب. طبعا تباينت الآراء، ولكن
في أغلبها اتفقت على ضرورة طبعا أن لا يستمر ألبرتو زاكيروني المدرب الإيطالي. وأيضا هنالك حديث من بعض الزملاء الإعلاميين على أهمية تسجيل بداية جديدة مغايرة والوقوف على أهم الأخطاء التي وقعت في السنوات الماضية لأن يعودوا مرة أخرى ويكونوا منافسين في هذه المواعيد الكبيرة. نعم، كان الحديث أكيد عن المدارس الكروية التي تواجدت أيضا في هذه البطولة والأسماء التدريبية التي يعني تواجدت في على مستوى بطولة هذه النسخة من هذه البطولة. والحديث كان أيضا عن مدربين كان قبل اليوم في الحقيقة مغمورين، يعني سانشيز مع المنتخب القطري وماوريسيو عند المنتخب الياباني، هما الآن في المباراة النهائية. الحديث عن هذين الاسمين لم يكن يضاهي طبعا الحديث عن زاكيروني، حتى عن فيربيك، عن أسماء كثيرة، عن مارشيلو ليبي، عن أسماء كثيرة تواجدت في هذه البطولة. وبالتالي الآن من صعد إلى النهائي هما هذين الاسمين المغمورين الذين تناقلت الكثير من وسائل الإعلام طبعا اسميهما بعد الوصول إلى المباراة النهائية. بالتأكيد حسين، وهذا أمر أيضا يؤكد بأنه الأسماء وحدها لا تكفي، أتكلم عن أسماء المدربين لتحقيق النتائج المرجوة، بل العمل الممنهج والتخطيط السليم. وأيضا يعني بما أننا نتكلم عن المدربين وعن المنتخبات، بكل تأكيد فيتنام سجلت حضور طيب حقيقة وقدمت مستويات طيبة، وهذا الأمر أيضا لم يأتي من فراغ ولكن أتى بعد عمل كبير على مستوى المراحل السنية، لأن يحضر المنتخب الأول بهذا الشكل الجميل، كذلك تايلاند والهند أيضا، ويعني هي كلها منتخبات تؤكد بأنه التخطيط السليم، العمل الممنهج، الرؤية الواضحة، العمل الحقيقي، هذه يعني وحدها الأشياء الكفيلة بأن تقودك لأن تسجل حضور متميز. وبكل تأكيد فيليكس سانشيز يعني أيضا بقيادة المنتخب القطري حتى الآن يقدم عرض متميز للغاية، خاصة أن المنتخب القطري قبل البطولة لم يكن أحد المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية، ولكنه قدم شكل رائع للغاية ويصل للنهائي. وبالتالي أتصور أنه الحديث كبير جدا على هذا المدرب الإسباني فيليكس سانشيز. نعم، يعني ربما هناك أعداد كبيرة ما زالت متواجدة طبعا من الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام، لكن ما يخرج من معسكري الفريقين الواصلين إلى المباراة النهائية هو شحيح في الحقيقة، يعني من أخبار وأنباء ومعلومات حتى. يعني هل تعانون من هذه المشكلة هناك أحمد فيما يتعلق أيضا بالحصول على المعلومة الدقيقة من جانب المعسكرين؟ بالتأكيد حسين، يعني احنا ذكرنا انه في الادوار الاقصائية الماضية كانت في صعوبة للحصول على اي معلومة من المعسكرات المتأهلة، ما بالك واحنا نتكلم الان عن المنتخبين الواصلين الى المباراة النهائية واللذان سيتنافسان للفوز باللقب الآسيوي، طبيعي جدا ان يكون هذا التحفظ وهذا التركيز الكبير ايضا على التدريبات على المجموعة. يمكن بعد الفوز فوز كلا المنتخبين يعني شاهدنا بعض التصريحات من اللاعبين من الإداريين، ولكن من اليوم الثاني بدأ الجد وبدأ التركيز المطلق على التدريبات وعلى المباراة النهائية، وبالتالي هو سيناريو متوقع ومعتاد حسين في هذه البطولات الكبيرة، لأنه هذا الأمر يساعد اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على البقاء في تركيزهم الكامل، وبالتالي يعني الكل يتمنى أن يظهر في أفضل شكل ممكن في المباراة النهائية المنتظرة. شكرا لك زميل أحمد الكعبي، أكيد سنعود لك لاحقا من خلال هذه الحلقة. بكل تأكيد الحديث مستمر عن المباراة النهائية ومن وصل إليها نقول له مبروك، أمرنا طبعا بأن نكون مع الأشقاء جسدا واحدا، هكذا أمرنا بأن نكون، وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بكل تأكيد سعدنا بفوز قطر وبلوغها الدور النهائي، كما حزننا لخسارة الإمارات، في الحقيقة تبقى هي مباراة كرة القدم بين الفوز والخسارة. جسدنا واحد،
يبقى نبضنا واحد وخليجنا واحد. هذا ما نهلناه من مدرسة الحكمة والرأي السديد، وما حدث في لقاء كروي يبقى في إطار تنافس لا يؤخر ولا يقدم بحجم الود للأحبة في أبو ظبي والدوحة. فأنا عماني، كويتي، بحريني، سعودي، قطري، إماراتي، عراقي، يمني، عربي، أنا متمسك بحرف الضاد ومعتز بهوية الإسلامية والقيم النبيلة التي أرتكز عليها بكل تأكيد. هكذا دائما ما نقول للأشقاء أبو فيصل. صحيح صحيح، في الأخير هي مباراة كرة القدم، انتهت مع صافرة الحكم، ونبقى إخوة وأحبة وأهل وأقارب، تربطنا، يربطنا الدم، يربطنا الدين، الأخوة، طبعا اللغة واحدة والدين واحد والهوية واحدة في الأخير. والتنافس دائما يبقى داخل الملعب فقط يعني. وشفنا اللقطة اللي هي في كل السوشيال ميديا، عفيفي والقبلة اللي هي هذا بندر الأحبابي. نعم، فهذا هو الأساس يعني في الأخير. قد تكون هذه لقطة المباراة يعني، هذا من أجمل ما أجمل لقطة في المباراة هي. وعلى طول على السوشيال ميديا في التواصل، فهذا حاجة هي الأساس يعني. والأخير أنا أعتقد أنها انتهت مع نهاية المباراة، أتمنى أن تكون انتهت مع نهاية المباراة، وبالتالي الفريق القطري كان أفضل، المنتخب القطري كان أفضل، استفاد من وضعه قبل المباراة، من وضعه في البطولة ككل. الإمارات ما قدر يرجع ولا ما خدمته مباراة الفوز على أستراليا، بقى هو عانى في البطولة هذا ككل. وأنا أعتقد أيضا إيجابي للمنتخب الإماراتي أنه كان برغم الأداء الغير مقنع والتواضع أداء لاعبينه وأيضا تواضع أداء الفريق ككل، أنه يكون في السيمي فاينل وأنه وصل لنفس البطولة السابقة، فأعتقد أنه هذا حاجة أيضا إيجابية. ولكن ونحن تكلمنا في الموضوع هذا، أنه أعتقد أن الفلسفة اللي تدرب عليها المنتخب الإماراتي ما تناسب إمكانيات لاعبينه وقدرات لاعبينه، وبالتالي عانى في كل المباريات، عانى في كل المباريات. أعتقد أنه في أكيد أتوقع أنه حيكون في تغيير شامل في ما يخص المنتخبات، وبالتالي ممكن نرى وجه جديد للكرة الإماراتية. تعودنا أن نشوف دائما أجيال وراء أجيال تأتي، جيل إسماعيل مطر، جيل عموري كان قبل جيل الطلياني وفهد خميس، يعني أجيال مرت على المنتخبات الإماراتية زي ما بنشوفها في المنتخبات الأخرى، زي ما شفنا منتخبات أجيال اللي مرت على منتخب الكويت، الأجيال اللي مرت على منتخب السعودية، الأجيال اللي مرت على منتخب قطر، أجيال اللي مرت عندنا نحن أيضا، جيل الأجيال الجميلة المميزة في الكرة العراقية، في الجيل الذهبي للمنتخب البحرين وما قبله، جيل حموس سلطان وخليل شويعر، هذه أجيال بتمر، وبالتالي هي في الأخير كرة قدم يعني. اليوم الفريق الأفضل وصل المباراة النهائية، نحن نتمنى أن الفريق القطري يتوج بالمجهود هذه، يتوج ببطولة، فبيكون يعني بنى كل شيء وحصل على كل شيء. نعم، يعني مع ربما كان هو الأساس يعني أساس التفاؤل هو وجود فريقين في نصف النهائي، وصل منهما واحد، ويعني هذا كان هو يعني من ضمن الأهداف أن يكون هناك أيضا ممثل للكرة العربية بغض النظر عمن يكون في المباراة النهائية. وهذا ما حدث طبعا من خلال مباراة الأشقاء قطر والإمارات، وصل المنتخب القطري، خرج الإمارات، لكنه أيضا وصل إلى يعني مع الخروج ربما مع الخسارة التي يعتبرها الكثيرون ثقيلة على الأبيض، لكن وصل بظروفه الصعبة إلى هذا الدور، وهذا أيضا شيء جيد قد يبني ويؤسس عليه طبعا في المرحلة القادمة التي تنتظر فيها أيضا تصفيات كأس العالم. بس بدي هيك تأكيدا وبالأحرى أكمل شوي هيك من كلام رشيد وحول المباراة. يا أخي إذا أنت تلعب مع فريق محلي، فريقين محليين، الجماهير أحيانا تختلف وتصير فيها مشاكل وردات فعل بعد المباراة، المباراة الثانية ما حدا يذكر ما صار، ونفس الشيء بكرة القدم. لا تتوقع الجمهور الإماراتي أو الجمهور القطري إلا كان يأمل ويسعى إنه يتمنى يفوز منتخبه. هذا هي قاعدة، لأنه كرة القدم فوز وخسارة يعني، بس يجب أن يكون هناك فوز فائز وخسارة. كل المباريات بكل ما على مستويات على يعني بدءا من منتخبات الأشبال والبراعم، يمكن حتى منتخبات دائما فيها منافسة ودائما تحدث فيها ردود فعل
مختلفة، لكن بالنهاية كما قلت لك تبقى مباراة في أرض الملعب، ما سجل في أرض الملعب يتم تلافيه وتجاوزه. أنا برأيي بس المحصل للمباراة من الناحية هاي أنه فقط يجب الاستفادة للمنتخبين مما حدث، بعيدا عما حدث من بعض الأصوات النشازة اللي بعتبرها، لكن أنت من الناحية الفنية يجب أن تستفيد مما حدث من المباراة. بالنسبة للموضوع الثاني وللسؤال أنت يا أخي، أولا عكس كل التوقعات ما حدا كان متوقع وصول منتخب عربي للمباراة النهائية، ولا حد، نحن من أول ما بلشنا بهذا البرنامج ولا حدا منا كان متوقع منتخب عربي. منتخب عربي يعني منتخبين وصلوا للمربع الذهبي أو قبل النهائي، أنا برأيي هذا معناته يعني في شيء، بغض النظر عم نحكي عن المستويات، معناته حققوا شيء الكرة العربية بهذه البطولة. من المباريات الماضية ما رح نرتكز نحن عما حدث في الدور الأول أو في الدور الثاني، لكن وصول منتخبين إلى المباراة قبل النهائي هو بيعتبر بي 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 بالمقاييس إنجاز للكرة العربية بغض النظر عما حدث. وصول المنتخب القطري كان بالنسبة لنا بالأخير كان طبيعي قياسا للنتائج والعروض اللي قدمها. منتخب يملك بعيدا عن أقوى هجوم وأقوى دفاع، لكنه منتخب سار بطريقة واحدة بخطوات ثابتة، متوازن الأداء، متوازن يعني التركيز عالي، لاعبين بعيدين عن الضغوطات اللي كانت تتشكل على كل بقية المنتخبات، وصلوا لهذه المباراة. المنتخب الإماراتي على الرغم من كل الانتقادات اللي وصلت اللي هاجمت هذا المنتخب وهاجمت جهاز الفني، وصل للمباراة قبل النهاية بغض النظر عما كان، يعتبر بالنسبة له بهالوضع هذا أنا بعتبر بالعكس قدم مستوى جيد، صحيح دون الطموحات بكثير ودون المتوقع من ناحية الأداء الفني بغض النظر عما صار، لكن وصل لهذه المباراة. فإذا في شوية أو بالأحرى يجب أن يكون هناك تقييم لما حدث وتقييم للأسباب اللي خلت المنتخب مثلا ما يظهر بهذا المستوى اللي كانوا متوقعين عليه، ويتم حل الإشكالية. بالنهاية وصول منتخب قطر إلى المباراة النهائية وقبل والتنافس مع المنتخب الإماراتي أعتقد أنه يسجل للكرة القدم العربية والخليجية تحديدا في بطولة لم يكن يتوقع أحد على الإطلاق وصول أي منتخب عربي. الأربعة الكبار يمكن وحكينا فيه أكثر مرة مع رشيد ومعكم دائما كانت الترشحات تصب بمنتخبي أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإيران. نعم. نفاجأ بس فقط منتخب واحد منهم وصل لهذا المركز، وهذا هذه كرة القدم. جميل. تحية للمنتخب القطري، ومن الطبيعي جدا بهل الوصول هذا أن يكون هو الأجدر. طيب الآن ونحن طبعا في يعني اليومين ما قبل اليومين الأخيرين تقريبا في البطولة، وتجربة جديدة في كأس الأمم الآسيوية بزيادة عدد المنتخبات، طبعا أبو فيصل أيد هذه التجربة، هل كانت ناجحة فعلا؟ أنت بدك تشوف المنتخبات اللي إجت بصمة، منتخب فيتنام ألم تكن له بصمة واضحة بهذا؟ يا أخي المنتخب الهندي على الرغم من عدم تأهله قدم مستوى جيد. برأي أنه يعني مو هي إضافة أنت تتمنى المنتخبات هي اللي البصمة، الوجود نوعية، وحتى المنتخب الفلسطيني يا أخي، حتى المنتخب الفلسطيني ما كان يعني كان ينتظر حتى الجولة الأخيرة يعني حظوظه. عرفت علي؟ فإذا أنت عما شو تقدمه أنت اللي بتفرض عليه، لكن بشكل عام أيوة طبعا أضافت للبطولة بهذا. ليش أضافت؟ أضافت أيام إضافية ولا لا مستوى؟ أضافت مستويات كما قلت لك، فيتنام بصمت بقوة، مفاجآت مو مفاجأة، بصمت بقوة قياسا اللي قدمته. يعني بثلاث مباريات اللي لعبتها بالدور الأول كان فريقها جيد، يعني مع إيران ومع العراق، ثم المباراة مع الأردن، مع لا مباراة قبل في الدور الأول مع اليمن، مع اليمن فازت 2-0 وتأهلت له. في الدور الثاني مع الأردن كان منتخب يعني منتخب الآن من أفضل ثمانية في آسيا تماما، يعني هذا إنجاز بحد ذاته. من المنتخبات الثمانية اللي زيادة لإكمال العدد 24 واحد تأهل للدور الثاني، فإذا هذا ترفع له القبة، بالعكس هذا إضافة. يمكن أنا برأيي كل المنتخبات قدمت بشكل جيد، أنا من وجهة نظري البسيطة، إلا المنتخب السوري والمنتخب الكوري الشمالي يمكن هذول واليمني. يعني سوريا ما قدم؟ لا لا أبدا 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 ولا بشيء يا أخي أنا أبدا، واضح هذا. مع أنه كل العالم متوقع أنه شو وصول للدور. لا السوري كان سيء فعلا، ما بدك تجامل أخي، هاي كرة قدم. يعني بدي جاملك أنا؟ ما رح جامل، هاي كرة قدم. المنتخب السوري والمنتخب اليمني والمنتخب الكوري الشمالي لا
اعتقد أسوأ ثلاث منتخبات كانوا بالبطوله من الناحيه الفنيه طبعا. وتركمستان نفس الوضع. تركمستان ما نفس الشيء ما عنده. بس تركمانستان بس لم تكن تركمانستان عليها هالي اول شيء مشان تكون بالصوره كالمنتخب السوري، لكن المنتخب التركمانستاني عزبوا للمنتخب الياباني باول مباراه. المنتخبات اللي ذكرتها يعني نستثني المنتخب السوري، المنتخبات اللي نتوقع انها ما تكون يعني بالمستوى هذاك في هالبطوله يعني. لكن عموما سؤالك اللي طرحته، انا اعتقد مجرد ان الاتحاد الاسيوي يفكر في تغيير المسابقه فهذا يعتبر حاجه ايجابيه تماما. انك انت تبقى تفكر كيف تطوير المسابقه، كيف تغيير المسابقه، كيف التغيير هذا ممكن يخدم المسابقه ككل، يخدم الكره الاسيويه ككل. فهي فعلا مجرد انه الاتحاد الاسيوي يفكر انه كيف يطور المسابقه بتغيير عدد المنتخبات في النهائي فهذا حاجه ايجابيه. اليوم المنتخب اليمني تعلم من البطوله، المنتخب اللبناني اللي طلب بطاقة تعلم البطولة، اللبناني تعلم من البطولة، كل المنتخبات هذه اللي تواجدت في البطولة هذا بيعتبر من نوع من الإيجابية لهم كلاعبين وأيضا كمنتخبات وكاتحادات. فأنا مع تغيير دائما، يعني تدعم أهداف الاتحاد الآسيوي يعني. أنا دائما مع التغيير والتفكير في تغيير المسابقة بحيث أنك دائما تجد حلول أنك كيف تغير المسابقة، تطور المسابقة، تطور اللاعب من خلالها. نعم اليوم المنتخبات اللي لعبت يعني تقريبا 26 يوم هي يمكن الفتره شوي يعني لو في ايجاد اليه انه تقلل فتره البطوله فبيكون كاس العالم حاجه ايجابيه نفس الحجم اي تقريبا كاس العالم شهر كاس العالم 26 يوم. فلو قلت الفتره ممكن بيريح الكل وايضا ما بيعطي عب. صحيح انك ممكن تضغط مباريات بطريقه ما لكن الفتره هي اطول يعني. بس التغيير جيد، التغيير جيد وخدمت يعني. صحيح المستويات الفنية يعني نستثني كم المباراة اللي فيها المستوى الفني جيد، لكن معظم المباريات المستوى بشكل عام على النسخة كيف كان متواضع يعني كمستوى فني متواضع يعني ما كامل البطولة ما وصل لل متواضع ولا متوسط؟ متوسط يعني مش ما نقدر نقول انه متواضع يعني ما اضاف للبطولة يعني ما في شيء يعني اللي ما لفتنا مباريات كثيرة يعني مباريات قليلة اللي فتت انتباهنا يعني مباراة اليابان و إيران كان المباراة إيران والعراق مباراة العراق وقطر مباريات من هالنوع اللي مباراتنا نحن مع المنتخب الإيراني في يعني كل المباريات اللي كان فيها الإيراني والقطريين طرف فيها كانت جدا مباريات الفريق الكوري بتاعنا في مباريات حتى السعودية واليابان كانت السعودية واليابان كانت أيضا جيدة كان فيها الأسلوب يختلف في الفريقين كان أسلوبهم مختلف فبس بشكل عام يعني ما ارتقت إلى الأداء اللي نحن كنا نتوقع في الكرة وهذا طبيعي في الكرة الآسيوية يعني تتعرف في فرق بين المنتخبات معظمها أعلى وبالتالي فروقات. الفريق الأقل مستوى بياخذ الفريق الأعلى إلى مستوى فتلاقي المجهود الفريق المتميز بيكون أقل فبيأثر على أداء المباراة بيأثر على المستوى الفني للمباراة يعني قياسا بالمستويات الأبرز من خلال المنتخبات المنتخب القطري ما حدا كان مرشح المنتخب القطري ولا حدا كان حاطه بعين الاعتبار للمنتخب القطري لا ينافس ولا يقدم هذا الأداء فاجأ الجميع وساوى هذا الأداء والمنتخب الياباني أيضا يعني لكن بس المنتخب القطري تعرف رشحناه لأدوار متقدمة تعرف لا من قبل البطولة ما حدا كان أخذه بعين الاعتبار المنتخب القطري أيضا اللي يميزه مش لأنه أيضا مستوى ثابت لانه ايضا لاقى تحديات يعني لاقى السعوديه بعدين لاقى المنتخب معضلات العراقي بعدين لاقى المنتخب تدرجت المباريات عنده يعني لاقى يعني اختبارات صعبه مر على اختبار كل مراحل مر فيها باختبار يعني ونجح في الاختبارات والمباراه فهذا اللي يميزه ما يميزه مجرد الاداء والنتيجه يميزه ايضا انه كل الاختبارات اللي وضعت امامه نجح فيها انا عم احكي من ناحيه انه هذا اللي يميز المنتخب القطري اخر منتخب كان حدا مرشحه انه يوصل للمربع الذهبي دون استثناء لكن من خلال حتى هم لكن كان من حسن حظه هو كما قال انه يمكن كان بدايته شوي 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 تصاعديا وبعدين لعب بدون ضغوط كحكيناها نحن لعب بدون ضغوط يعني حتى مباراة وتصريحات مسؤولين كلياتهم يا اخي هي البطوله ما بتعنينا نحن هدفنا ابعد من اسيا وعلنا كانوا يحكوها لكن وجد انه المنتخب كان جاهز وهالكلام هذا يمكن بس من باب رفع الضغوط عن اللاعبين والدليل وصل للنهائي يعني وصل للنهائي وبطريقه وبتاريخ مميز يمكن افضل طريقه يمكن
وصل بتاريخ البطوله كلها ارقام مميزه، لانه ارقام مميزه يعني بتاريخ البطوله، لانه هو الان زادت عدد المباريات للوصول الى المباراه النهائيه. وبعدين المنتخب الثاني اخي الياباني باول مباراه بتذكر شو حكينا ما اخي؟ مو هذا شبح او ظل المنتخب الياباني، لكنه حكينا من قبل يا اخي معدن المنتخبات القويه هي المنتخبات اللي عقليه منتخبات بطلي، عقليه الفوز دائما، هي صعب عليها انه هيك تجي على البطوله تشارك بالبطوله وتطلع من الباب ضيق كما يقال. مهم جدا للمنتخب ابدا الان، مهم جدا لمنتخب عندما وضع المنتخب الياباني في الاحتكاك القوي امام ايران ماشي. ما انت هيك بدك تحكي، على الرغم مثلا انه كمان ايران ايضا كانت من المرشحين. ايضا المنتخب الياباني نجح في كل الاختبارات، بس لا انه بالمستوى بالمستوى الاول ما كان بالدور الاول بس نجح بالمعدن المنتخبات، هي بالمباريات القويه لا بس نجح، هو نجح لانه كل يعني فاز كل مباراة، تعامل بكل المباريات بالطريقه اللي بده اياها. أيوة. حسب وضع المنتخب اللي لا لا هو يا اخي بعقليته بطريقته بفلسفه تدريبه بكل شيء تعامل مع المباريات هم قدرات لاعبينه يعني. تعرف الاخير من اصعب الامور حسين انك كيف تقدر تغير عقليه لاعب، من اصعب يعني، ممكن تعلمه فنيا تكتيكيا يعني، لكن صعب انك تغير عقليه لاعب. العقلية اللاعب الياباني مختلفة عن كل اللاعبين، وبالتالي أنت لما تجده في الملعب يعني مختلف تعامله مع المباريات ومع المنتخبات اللي بيلعبها، يتعامل في كل البطولات يعني، بغض النظر أنه يأخذ بطولة وما يأخذ بطولة، لكن أيضا في الملعب تحس أن اللاعب وخاصة على مستوى آسيا الآن أصبح أنه مختلف تماما عن كل اللاعبين، مختلف. طبعا الأستراليين هم أيضا يجون في هذا الجانب، لأنه بحكم لاعبينهم كلهم بيلعبوا يعني تعودوا انه يلعبوا في الدوري الانجليزي في البطولات الانجليزيه معظمها يعني، فهذا. لكن الياباني يختلف تحس انه في الملعب ثقيل تفكيره، ثقيل حتى في وقت الفريق الاخر يتفوق عليه في الملعب في الصراعات، نتكلم عن الصراعات الفرديه، حتى تلاقي فيه هدوء يعني في مرحله من المراحل تحس ان الفريق لا عنده مشكله، بس يتعامل مع المشكلة هذه، تجدهم يتعاملون مع المشكلة هذه، وهذا اللي ميز المنتخب الياباني، ميزه طيب. في كل المباريات. جميل. الحين في يعني أنتم عندكم رأي مشترك عن الفريقين. أنا فهمت طبعًا. عاد يعني ما أعرف. قطر واليابان. إيه قطر واليابان. اليابان يقول رشيد جابر إن أصلًا ما تفكر في كأس آسيا، هي تفكر دائمًا أبعد من كأس آسيا، وكأس آسيا ما يهمها أصلًا، هي تعتبر نفسها إن هي إيش؟ مسيطرة هي يعني. لا هي جزء منها، جزء منها من إرثها. أيوة يعني مع أن بالنسبة لهم آسيا آسيا بطولة هذه هم يعني جزء منهم، أصبحت جزء ما وايد يهتموا فيها. لا يهتموا فيها لكن مش اهتمامهم، هم هدفهم مش هدفهم آسيا. وقال طيب هي بطولة القارات بالنسبة لهم هي مناسبة. وقال مع النداف بأن القطريين يرون بأن هو هدفهم على تصريح الصلاط أيوة ان التحضير لكاس العالم، وان هذه البطوله يعني مش حلنا نقل الحين بيلعب على البطوله يعني. بعتقد اثنيناتهم بيتمنوا يفوزوا، بتاكيد هدفهم الفوز 100%. تاريخ جديد قطر تكتب تاريخ لا جديد. لا قطر بتهم تاريخ جديد. لا لا قطر تاريخ جديد لقطر، كلهم يعني يسعون للفوز. قد يكون قطر تريد وضع اسباب يعني فوز ببطوله امم اسيا، بطوله قاره اسيا بالنسبه الي مو انجاز تاريخي يعتبر فعلا يعني، بده يكون تاريخي لانه اول مره وصولها للنهائي تاريخي. القطريين عملوا تاريخ في اسيا نعم. حتى وصول للنهائي هن نعم. هن معهم حق يحكوا يا اخي والله نحن هدفنا 2022، حقهم طبيعي، وفعلا يريدون تشكيل منتخب اللي يكون بس تحقيق هذه البطوله حتى دافع كبير يعني 100%. وهن عم يحكوا مثل ما قلت لك لرفع الضغوط يعني، يلعبوا بطوله القارات بعدين لرفع ايه الكوبا امريكا، بده يلعبوا كوبا امريكا بعدين هن بدهم يستضيفوا بطوله القارات اكيد متاهلين يعني. اليابان وقطر خلاص موجودين في بطولة كأس مباشرة بكأس القارات لسبب لأنه البطل يعني هذا والمستضيف دافع كبير. ما هني خلاص هي الأساس أصلا موجودة، لكن موجودة الآن بنتيجتها مش كمستضيف 100%. وبعدين المنتخب القطري ليش ما بمحقق الطبيعي قياسا على اللي قدمه،
حقه الطبيعي يطمح ويسجل لقب يا اخي، بطوله بطوله على مستوى القاره. وحكينا من قبل وحكينا من قبل يا اخي، هي بتعطيك مقياس انت شوي. لا بس ما عاد بالنسبه للقطريين بطوله اسيا مهمه جدا، اقول لك مهمه جدا، اقول لك اياها بالنسبه لهم هي، لكن هن يعني هو وصلت كما يقال لقمه للتم. هم كان انجازهم انه يقول لك نحن عملنا انجاز وصلنا سيمي فاينل اللي هو قابل إنجاز جديد. هذا بالنسبه لنا انجاز جديد، اول ما نحن ضافوا عليه المرحله اللي وصلنا لها دور الثمانيه مره واحده اعتقد، وصلوا دور الثمانيه مره. ايوه والان اليوم هم كانوا في السيمي فاينل، فكان بالنسبه لهم وبأفضل سجل يعني. اليوم هم في النهايه، هذا لن يتكرر بعد اليوم في النهايه وبهالمستوى بهالاداء. طبعا انا اعتقد انه اليوم كل شخص على ارض قطر بيفكر في البطوله، بتعنيهم كبير، طموح مشروع. لا 100% انا ما بحكي، انا عكس، بالعكس بهمهم هن اصلا. اذا عم اقول لك نحن بعد كاس اسيا طموحات ايضا مشاركين بكوبا امريكا، كمان اذا شاركوا ما بتعني لهم، بيعني لهم كل شيء. لكن عم نحكي نحن المنتخب القطري وصل لهذه النهائيات بدون اي ترشيحه. مشاركه كوبا امريكا هذا للاستفاده، هذا للخبره، وحتى مشاركته بهذا للخبرة أيضا، وأيضا لإحراز لقب جديد بغض النظر. هن بدهم يستفيدوا من هذه البطولة بكل المقاييس، معنويا فنيا وكل شيء، وهذا الواضح. المنتخب القطري حق طبيعي يحكوا بهذه الطريقة يا أخي. أخي أنا عندما يأتي منتخب بهذه النتائج وبهذه العروض يا أخي، أنت لا تلقائيا بدك ترشحه، وهو رشح بناء يعني مو توقعات لا أنا ولا حدا من الشباب أمريكا. كيف اول منتخب عربي يلعب في كوبا امريكا بغض هلا عم نحكي هذا ايضا، هذا ترى على فكره يعني جزء من التخطيط للفتره الجايه، وهذا نجاح. ما هن طب لا بعيدا عن ان احنا نحكي عن البطوله الاسيويه، شيء طبيعي انك انت بتستضيف كاس العالم 2022، طيب يجب ان تظهر بمستوى جيد، ونحن نعرف صعوبتها. يعني احنا لما كوريا يعني وتدخل بطولات تنافسيه، لما كوريا واليابان مش مباريات وديه. ايوه لما كوريا واليابان استضافوا كاس العالم، اليابان وصلت دور ال 16 ولعبت كوريا لعبت السيمي فاينل. نعم فلعبت السيمي فاينل، فبالتالي هم القطريين استضافتهم لكاس العالم يعني اني انا قدر الامكان اجهز نفسي واجهز منتخبي بحيث اني اقل حاجه اوصل للدور الثاني، اقل شيء اني اوصل للدور الثاني. تطلع من دوري المجموعات فطبعا ما بيكون يعني شيء ما بيكون يعني جيد شيء بالنسبه عادي لهم يعني. فاعتقد انه ولذلك هم بدوا الاعداد، اعتقد البطوله هذه جدا اعداد لهم جدا، ايضا بيعطيهم نوع من الثقة في أنفسهم أنه نحن إذا تغلبنا وأخذنا كأس آسيا فهذا حاجة إيجابية بالنسبة لهم. طيب. طبيعي وبالتالي جدا. المشاركة في كوبا أمريكا بيعطيهم أيضا تجربة جديدة، خبرة جديدة مع منتخبات، تعرف منتخبات أمريكا الجنوبية منتخبات صعبة وقوية. نعم. بتلعب عندها الجانب الفني والجانب البدني والقوة، فهذه بيعطيهم أيضا خبرة كبيرة. وعندهم بعدين سنتين تقريبا للتحضير للبطولة ككل، وأنا متأكد أنه عندهم الإمكانيات والقدرات انه ايضا يعملوا بطولات وفي نفس الوقت يلعبوا مع منتخبات كبيره. جميل. وهذا الجانب يعمل لهم اعداد جيد لاستضافه كاس العالم. جميل. عموما نذهب اذا لهذا التقرير لنتابع من خلاله طبعا التدريبات العنابي الذي استأنف طبعا تمارينه استعدادا للمباراة النهائية ولكتابة تاريخ جديد. هو كتب تاريخ جديد طبعا بوصوله إلى هذه المباراة، لكنه يرغب في المزيد فرصة ذهبية لاقتناص الكأس الآسيوية. نتابع. باح لقاء القمة بين المنتخبين الشقيقين الإماراتي والقطري بكامل أسراره، كاشفا كم الأخطاء التي ارتكبها صاحب الأرض منذ أن أسند مهمة قيادة المنتخب للإيطالي ألبرتو زاكاروني. كما كشف لقاء القمة نجاح سياسة الاتحاد القطري الذي صبر طويلا ليرى مخرجات أكاديميته الكروية وهي تحقق إنجازا غير مسبوق. الفوز برباعية وإن دفع القطريين إلى الاحتفال حتى ساعة الصباح الأولى بتأهل العناب للمباراة النهائية، إلا أن الجهاز الفني تعامل مع الأمر وكأنه شيء متوقع وبدأ بالتحضير لموقعة اليابان على أمل أن يكمل مشوار التألق. لا شك في أنها مباراة كبيرة، وهي بالطبع مباراة في الدور نصف النهائي، ونحن نلعب للمرة الأولى في هذا الدور ضد صاحب الأرض، وكانت بلا شك مباراة قمة. إنه إنجاز كبير وأداء ممتاز، وهي نتيجة مستحقة ونحن سعيدون بذلك. كانت مباراة عظيمة لنا.
وما ميز العنابي في لقاء نصف النهائي التزام لاعبيه التام فوق المستطيل الأخضر وعدم تأثرهم من بعض التصرفات الخارجة عن نص الروح الرياضية. أعتقد أن الوضع لم يكن سهلاً، كما أنني أعتقد أن التعامل بصورة عامة كان منصفاً، إذ لم تقم سوى مجموعة قليلة بهذا التصرف، ولحسن الحظ لم يحدث شيئاً، لأنه كان من الممكن أن يحدث أمراً. تعامل اللاعبون مع هذا الوضع بمهنية شديدة وركزوا على مهمتهم. من الطبيعي أن تحتفل عندما تسجل هدفاً في الدور نصف النهائي، غير أن مجموعة قليلة تصرفت بشكل غير لائق. أود أن أقول أن أغلبية الجماهير في الإستاد تصرفت بطريقة منصفة. في المقابل لم يجد المدير الفني للمنتخب الإماراتي أي مبرر يقدمه للجماهير حول أسباب الخسارة برباعية، إلا أنها حال كرة القدم. لا أعتقد أن حساسية هذه المباراة أو كون أنها كما قلت مباراة قمة خليجية أثرت على اللاعبين. أعتقد أن اللاعبين في كرة القدم الحديثة يقومون دائما بأكبر جهد لأجل تحقيق أهدافهم. ربما أحس اللاعبون بإثارة أكثر مما هو طبيعي، لكننا فشلنا لسوء الحظ في التأهل للدور النهائي. أنا سعيد بأن اللاعبين قدموا قصارى جهدهم، وكما قلت مسبقا هذه هي حالة كرة القدم. كتب زكرون السطر الأخير من مشواره مع الأبيض بخسارة ثقيلة وبأداء أقل ما يقال عنه أنه لم يرقى لمستوى الطموح. وقعت على عقد مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ينتهي بنهاية بطولة كأس الأمم الآسيوية. كلمات الاعتذار لم تكن كافية بالنسبة لجماهير الإمارات التي رأت أن منتخب بلادها وفرت له كل سبل النجاح، لكنها حال كرة القدم. والله المباراة صعبة طبعا، ضد تلعب خارج أرضك ضد فريق منافس، لكن الحمد لله على كل حال كانوا رجال في الملعب وما قصروا، وهذا اللي رجحنا أن ناخذ البطولة، يعني نوصل لنهاية البطولة. قطر لم تكتفي ببلوغ النهائي، فقد قدم العنابي نجوم دخلوا التاريخ الآسيوي من أوسع أبوابه، وفي مقدمتهم المهاجم المعز علي الذي عادل رقم القياسي للمهاجم الإيراني علي دائي بتسجيله 8 أهداف في بطولة واحدة. احنا اليوم الحمد لله الحمد قدرنا ندخل التاريخ، لأن آخر بطولات شارك فيها المنتخب القطري ما وصل للدور 4، هاي الأول مرة نحن نوصل للدور 4 ونوصل لنهاية البطولة، حققنا إنجازين مش إنجاز، علينا نحن ننسى هالشيء. احنا الحين دام نحن وصلنا للتارجت اللي احنا نبيه لازم نشتغل ونوصل للنهائي كل الجاهزية ونفوز على الكمبيوتر الياباني إن شاء الله. العنابي ورغم غياب صخرته الدفاعية بسام الراوي إلا أنه حافظ على إضافة شباكه بإنجاز تاريخي كأول منتخب يصل النهائي الآسيوي من دون أن تهتز شباكه. أول شيء مبروك للشعب القطري ولكل القطري وعلى مقيم على هذا البلد. طبعا اليوم فوز كبير صراحة 4-0 على صاحب الأرض، والحمد لله والوعد في النهاية إن شاء الله ضد اليابان. الرباعية لم تكن مفاجئة للجماهير الإماراتية فحسب، بل كانت مفاجئة أيضا للاعبي المنتخب القطري أنفسهم، وهذا ما أكده كريم بوضياف. بصراحة لم نتوقع هذه النتيجة، توقعنا أن تكون مباراة في غاية الصعوبة تحسمها التفاصيل الصغيرة، غير أن مباراة اليوم كانت نقيضا لذلك، سجلنا هدفين منحانا ثقة بالنفس. انتهت حكاية الدور نصف النهائي لتصبح من ذكريات الماضي، والأهم بالنسبة لجماهير العنابي على وجه الخصوص والجماهير العربية عموما أن يكتمل خبر العنابي بلقب آسيوي تاريخي مساء الجمعة. المنتخب القطري إذن في هذه البطولة يسطر أجمل حكاية للكرة القطرية حتى الآن، ويبحث عن إكمالها وتغليفها بالغلاف الذهبي من خلال طبعا التتويج بالكأس في اليوم الأخير من هذه البطولة. عودة من جديد إلى أبو ظبي، هناك الزميل أحمد الكعبي. من جديد أحمد، إليك الكلمة، تفضل. شكرا جزيلا حسين. في هذه اللحظات طبعا ينضم لنا الإعلامي البحريني الأستاذ علي العربي. أستاذ علي، نرحب بك معنا مرة أخرى.
ودعني أتحدث معك هذه المرة عن انتشار البطولة في 8 ملاعب و4 مدن، وأنت إعلامي لك ما شاء الله تبارك الله تجربة كبيرة جدا في مختلف البطولات. هذا العدد من الملاعب والمدن أيضا، كيف كان موضوع التغطية الإعلامية بالنسبة للإعلاميين؟ هل سهل من مهمتهم؟ هل كان تحدي جديد؟ هل كانت هنالك صعوبات؟ حدثني عن التجربة. في البداية طبعا أشكرك أحمد، ويسعدني أن أكون أيضا مع قناة عمان الرياضية مرة أخرى. بالنسبة لهذه أو هذا الموضوع تحدث فيه بالنسبة للمنشآت، طبعا بالنسبة كمنشآت طبعا منشآت ضخمة ومهيئة لمثل هذه البطولات، هناك العديد من الأمور يعني تم توفيرها للجميع، يعني خاصة الجماهير وأيضا بالنسبة لرجال الإعلام. أعتقد إحنا أو أصحاب الخبرة، خاصة على الخبرة ممن يعني ذهبوا إلى بطولات خارجية، يمكن هذا الشيء بالنسبة لهم شيء عادي، يعني يتنقلون من ملعب إلى ملعب أو الاستاد. هناك في بعض البطولات هناك بالساعات ربما ينتقل الفريق أو ينتقل الإعلامي أو أي شخص، لكن هني الحمد لله يعني كنا أزيد مسافات يمكن حوالي ساعة ونص أكثر شيء، مثلا من أبو ظبي إلى العين أو إلى الشارقة. يعني أعتقد بالنسبة للإعلامي دوره، خاصة الإعلامي المتمكن، خاصة الآن نحن نتكلم عن وسائل إعلام حديثة، يعني ممكن هو الإعلامي بنفسه في أي موقع من مواقع بنفسه يقدر يعني مثلا رسم مادة يكون يتابع الأمور، خاصة أيضا هناك حنا ننسى مثلا الأماكن، خاصة المكزون والأمور هذه اللي كانت متوفرة أيضا في جميع الاستادات الرياضية في مختلف أنحاء الإمارات، هذه سهلت من عمل. أيضا هناك نتحدث عن التسهيلات اللي قدمت للإعلاميين، أعتقد هناك في اهتمام يعني كبير من قبل اللجنة المنظمة، خاصة لرجال الإعلام، يعني أتكلم بصفة خاصة أن يسهلوا كل أمورهم طبعا، وللإعلام دور كبير يعني في نجاح البطولات. طيب بما نتكلم عن الإعلام، يعني أيضا لاحظنا وجود عدد كبير من الصحف والمواقع الإلكترونية اللي تحضر لمتابعة البطولة لحظة بلحظة. هذا التنافس طبعا بين هذه المواقع الإلكترونية وأيضا الصحف الورقية، لاحظنا في تنافس كبير، من تفوق على من برأيك؟ والله احنا دائما حتى السوشيال ميديا تفوقوا عليهم بعد. السوشيال ميديا يعني حال يعني شو اقول لك، يعني السنابات والسوشيال ميديا انضمها مع المواقع الالكترونيه ونصفهم بالاعلام الجديد. هل تفوق على الصحف الورقيه في هذه الدوره حتى الان؟ هو تقريبا ربما يكون صحيح يعني هذا التفوق، لان اخبار اول شيء كانت طازه، وهناك يعني دائما متفرغ الأخبار. طبعا بالأمور الصحف الورقية تختلف، أن هناك في مساحات أكبر في تريث لكتابة مثلا ما يشاء الصحفي يكتب فيه. المواقع الإلكترونية يمكن شوي في بعضهم عدد محدود لمثلا المحررين، بينما في الصحف نشوف احنا يمكن حوالي 10 كتاب عمدة يكتبون عن نفس البطولة، بالإضافة غير قضايا الأخبار الجانبية والتحليل الفني للمباريات. ايضا لا ننسى ان احنا الان احنا نعيش عصر يعني السوشيال ميديا، وما ذكرنا في البدايه يعني حتى السوشيال ميديا يمكن تفوقوا على المواقع الالكترونيه، يعني خاصه ما شاء الله يعني حملت الموبايلات، شايفينهم احنا في كل مكان، يعني قاعد في الملاعب في الفنادق في كل مكان، وهم ينقلون يعني الحدث اول باول للجميع، وخاصه ان المتلقي الان اصبح يعني يبحث عن السرعه ويبحث عن خلاصه الموضوع، يعني يميل للخبر المختصر. فعلا وهذا احنا ما نشاهده، يعني دائما الان نشوف احنا الحضور او المتابعين سواء كانوا في الامارات او خارج، او المتابعين من الخارج دائما يمكن يبحثون في المواقع الالكترونيه او في السوشيال ميديا عن الاخبار المهمه والاخبار الطازجه. بالعكس ان احنا نشوف الصحافه يعني الاقبال عليها قليل، يعني مو بذاك الصوره، ربما احنا نعود بعشرات السنين للخلف نرى ان الصحيفه اللي كان لها دوره والكل يتسابق على الصحيفه وخاصه الملحق الرياضي من الصباح يعني، لكن الان يعني اعتقد المواقع الالكترونيه والسوشيال ميديا لهم دور كبير يعني في التغطية. جميل. أيضا من خلال متابعتك نبقى مع الإعلام، هل ترى بأنه أكثر إيجابا يعني ساهم في دفع بعض المنتخبات للمضي قدما في الدورة، وهل أثر سلبا على منتخبات أخرى؟ هو شوف الإعلام سلاح ذو حدين، دائما احنا نقول الإعلام أحيانا يعني يرفع المنتخب وهو لا شيء، وأحيانا هناك منتخبات ربما يعني لم تنال حقها من الإعلام، لكن يعني في إعلام يعني خلينا نقول يعني موجه، وفي هناك إعلام لا صادق.
فهناك الكثير من الأمور اللي حدثت مثل بطولة آسيا كان للإعلام دور لها يعني، وأعتقد المناشدات كانت تطالب وتطالب مثلا بإقالة بعض المدربين، بتغيير عدد اللاعبين، بضم بعض اللاعبين، هاي حتى يمكن قبل البطولة، ولكن أثناء البطولة أنا أعتقد يعني كان هناك في بعض التأثير، لكن كل شيء انكشف في الملعب يعني. جميل. طيب هذا بالنسبة للجانب الإعلامي، فنيا نتكلم من جديد، البطولة كيف قرأتها، كيف تابعتها؟ والله البطولة فنيا يعني هناك بعض الفرق اللي لم نتوقع لها تضرب الصورة الفنية، في العكس الآخر هناك منتخبات ذات السمعة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. يعني احنا شفنا يعني بعض المنتخبات الكبيرة مثلا استراليا أو كوريا، السعودية، العراق، هذول يعني منتخبات طبعا خلاف منتخباتنا الخليجية، لكن هاي المنتخبات كان الكل يتوقع أن تقدم مستوى فني أرقى أو أعلى من اللي شفناه، لكن لم تكن ذيك الصورة. بالنسبة الآن احنا مثلا نشوف يعني ربما النهائي الآن بعد بكرة راح يجمع بين قطر واليابان، طبعا هذا إنجاز يحسب للكرة القطرية أن يأتي هذا المنتخب إلى المباراة النهائية، وربما لم يكن في حسبان الجميع، ربما الكل كان يتكلم عن اليابان، استراليا، كوريا، حتى السعودية كان يعني اسم مطروح، وإيران أيضا كانت من الأسماء المطروحة أيضا، لكن أعتقد مثلا هذا يعتبر إنجاز بالنسبة للكرة القطرية خاصة وصول إلى النهائي. وفي نفس الوقت احنا الآن راح نشوف يعني اليابان اللي دائما تسعى أن لا تخسر النهائي، فهذه أيضا يعني من مميزات هذه البطولة هو وصول منتخب أو موصول منتخب القطري إلى المباراة النهائية. جميل. نستثمر أيضا وجودك معنا ونتكلم عن المنتخب البحريني اللي سجل أرقام متميزة في بطولة آسيا، كان قريب من المونديال أيضا في مناسبتين، لكن الحقيقة لم يظهر بالشكل اللي كنا ننتظره ونتمناه كمتابعين المنتخب البحريني. برأيك لماذا حدث هذا التغير وهذا التراجع؟ وهل ممكن يعود المنتخب البحريني مرة أخرى ويقدم تلك الأيام الجميلة؟ شوف، الكرة البحرينية افتقدت النجوم، خلنا نكون صريحين يعني. يعني لما نتكلم عن المنتخبات السابقة أيام الأسماء المعروفة كانت هناك نجوم يعني خاصة. ليش غابت النجوم؟ غابت النجوم بعد هناك يعني يمكن شيء يعكس مستوى الدوري المحلي، مستوى أو الدوري المحلي مستوى ضعيف لا يرتقي إلى الفنيات العالية. أيضا يعني أنا أتكلم بالنسبة للآن المنتخب الحالي اللي شارك في هذه البطولة هو يمكن أفضل اللاعبين الموجودين في البحرين، هم يعني أفضل، بالإضافة لأن المدرب سكوب يمكن مدرب على قدر إمكانياته، ليس بالمدرب اللي يعني صاحب إمكانيات كبيرة فنية، مدرب يمكن جمع توليفه من كأس خليج واستمر معاهم، وحتى عقد يعني كان ينتهي مع نهاية كأس آسيا الحالية. أنا أعتقد أن المنتخب البحريني إذا أرادوا مرة ثانية، إحنا ربما الآن بعد كأس العالم تصفيات قريبة الآن، شهر سبتمبر القادم راح تكون تصفيات كأس العالم، فما أدري هناك بحث عن مدرب جديد، يعني هناك الكثير من القول الحين. يعني المشكلة في المدرب فقط يعني، ها الواضح إنه الكل يعني التركيز يبقى على المدربين في هذا المواعيد. إحنا دورينا المحلي هو الدوري الأندية، الدوري المحلي ليس دوري قوي. فهذا سبب من أسباب المشكلة أنه ليس عندك يعني إحنا بالنسبة يعني حتى الآن لو تلاحظ الفريق يعني قبل حتى تقدر تقول حتى لو تقول مثلا 4-5 معروفين نجوم، الآن ال 11 في الملعب ما في واحد بارز على الآخرين، يعني ربما تقول كل اللاعبين سواسية، يعني ليس هناك مثلا لاعب بارز هو السوبر أو لا، فكلهم سواء. لكن إحنا نأمل إن شاء الله أن تكون هناك في خطوات جادة لي يعني شوي خلينا نقول يعني تحسين الصورة للكرة البحرينية، خاصة مثل ما قلت لك التصفيات مقبلة، وأيضا هناك تصفيات الأولمبية قادمة أيضا خلال يمكن عقب شهر أو شهرين. فأعتقد يعني المسؤولين عن كرة قدم عندهم نظرة جديدة الآن، راح ربما نرى هناك تغيير قادم لكرة القدم البحرينية. الأمنيات بالتوفيق لكم إن شاء الله. شكرا سالم علي. شكرا الله يسلمك. حاضرين. إذن حسين، هكذا كان حديث الإعلامي البحريني الأستاذ علي العربي، عودة لك مرة أخرى والزملاء في الاستوديو. شكرا لك زميل أحمد الكعبي، شكرا للأستاذ علي العربي، وأكيد يعني من الأسماء الإعلامية الجميلة اللي نلاحظها أيضا متواجدة في مثل هذه البطولات حقيقة، أيضا تاريخ ترى علي العربي أيضا من الأسماء اللي موجودة باستمرار في مثل هذه البطولات. نفس الهدوء ونفس جميل بنفس الهدوء يعني ربما أيضا الآن
في الوضع الحالي الحراك الإعلامي في مثل هذه البطولات ما صار مثل أول، يعني مع الحقوق الحصرية وصار أيضا نوع من التقييد طبعا للعمل الإعلامي. لذلك بتشوف دائما كل الصحفيين من أحمد لسعيد لزميلنا فهد تميمي للكل لقوا صعوبات كثيرة جدا. لا تنسى صالح البارحي بعد. صالح البارحي وأهم شيء تحية له. هو بعد لكل الشباب اللي كانوا موجودين. هو يمكن صالح البارحي من الخبرة الطويلة أيضا في هذا وعنده علاقات يمين وشمال وعلاقات جميلة يعني. فأحيانا ينجح هذا الموضوع يعني. فأنت بهيك بطولات هي العلاقات يمكن بيكون إلى دور أحيانا تخدمك يعني. تماما. لكن بشكل عام هي كان في تقييد جدا. مو مثل يعني صعبة الحركة صعبة جدا يعني. بتشكل عنا نحن القناعة أنه بطولة خليجية أنه بتفوت وبتطلع على كيفك وبتلتقي بالناس كل هون. تم فيها استخدام المعايير الدولية بكل شيء، من اللقاءات، من دخول الأماكن، تواجد الصحفي، المنتخبات، الإداريين. فبيصير وجود بيصير إجراء لقاء مع لاعب أو مع إداري من باب يمكن هذا هو الإنجاز. إنجاز عظيم يعني. تماما. حتى يعني لكن أنت بدك نحكي بهذا الجانب، لكن ببطولات العالم نفس الشيء يطبق هذا الكلام. تماما. فلذلك هذا هو أيضا جانب تنظيمي يعني ما ننسى. بس هي معايير وخلاص بدك تمشي فيها. يمكن بجوز السهولة الوحيدة اللي كانت موجودة في البطولة إنه المسافات بين المدن كانت تعتبر بسيطة. مش بعيدة يا أخي. من بأولمبياد 2018 روسيا يعني من فوق سان بطرسبورغ لموسكو. كأس العالم. من قارة لقارة، البرازيل، الدول الثانية، المسافات هائلة جدا. صعب. لذلك وقت البيرو لازم يكون في هون مجموعة حتى تستطيع تغطي بشكل فعلي تماما. حكى يمكن الأستاذ علي العربي عن السوشيال ميديا وعن طبعا هي بتنقل لك الخبر، ما بتنقل لك خبر، هي فوري مباشرة. لا لا على الهواء بتكون مباشرة حتى في المؤتمر الصحفي يطلع بالموبايل يحط لك بتنقل أنت بسهولة. هذا كثير كمان أضاف شوي للبطولة بنقل أخبار، لكنه هيك كما يقال يعني سرق شوي من منهج البطولة اللي كان أول شيء ينتظر الصحف مثل ما قال هو. لكن أيضا كان ممكن نعوض هذا في أيضا في البرامج. يعني تنوع البرامج اللي تغطي البطولة. لا هو عم يعني يحكي عن الصحافي تعطي مساحة أكبر. تعطي جوانب مختلفة عن البطولة يعني ما تختصر فقط على ما تتقيد في الملعب يعني. أيوة. فممكن هذا أيضا يساعد جدا فيه انك تكذب البطوله فيما يخص انه اذا تنوعت البرامج وقوه البرامج وقوه التغطيه فيما يخص الجوانب ككل هذا ممكن ايضا يثري. لانه نحن تعودنا دائما فيما يخص البطولات هذه انه نتواجد في الحدث نفسه ومن خلال الحدث نفسه تنقل البطوله في الوقت الحاضر. لا ما ممكن. تقصد يعني تنقل المباريات وتتكلم عن تبدا نتكلم لا يعني ممكن البرامج المتنوعه وأنك تأخذ ما مجرد كلها من خارج المباريات. أيوة ما ممكن يثري للبطولة هذا ويعمل أيضا عامل جذب. هي وبعدها صعبة نفسها. يعني هي صعبة حتى ولكن حتى نقل مباريات أنت ما عاد يعني بدك صارت باتت يعني ما عاد تقدر تحكي فيها. يمكن تذكر النتيجة فقط لكن بدأ هون الشغل أنت خليك من نقل التصريحات ما تحصل مثلاً. أنت هون بيبدأ الشغل التحليلي. الشغل مع بعد المباراة شو صار الكواليس هون هذا اللي بدأ الشغل بدك تتميز فيه. أنت الحوارات هي أهم شيء بتستطيع تسوي فيها شغل خاصة إذا بعد كان حصلنا شوية أنه يعني الزملاء اللي تواجدوا سعيد الخروصي أحمد الكعبي شطار في البحث عن يعني نحكي في العلاقة عن أي شيء ممكن يتعلق فما خسروا يعني عمل جهد كبير لأنه لسبب واحد أنت محروم أو ممنوع من الدخول إلى بعض الأماكن لازم تبحث عن حلول وهي مركز الحدث يعني كيف بدك تساوي. فبضطر أنت تطالعوا من المركز وتجيبوا لها وقد تواجه أيضا مشكلات فيها تماما. لا طبيعي جدا ترى اقول لك يعني في الملعب يلعب على امكانياتك يعني لا هون مشكلة بالعقليه انت ما عاد في بقى تغطي البطوله مثل البطولات الخليجيه تفوت لعند اللاعب وتطالعه. ضحكوا المثل يا اخي. ليه؟ انا اضرب مثال عشان اقرب لك الصوره يعني. فاقول في الملعب العب على امكانياتك. نحن الحين عندنا الملعب نلعب على امكانياتنا. لا يعني. حكيناها نحن ان حركته مقيده لكن كما وقت كنا عم نحكي على زكروني انه مقيد اللاعبين مثل ما صار مع احمد وسعيد لكن يتحرروا يعني حتى احمد وسعيد والبقيه زملاء يعني هذا يعطيهم خبره اكبر في مثل هذه الاحداث. ما انت يعني خبره في الاحداث المغلقه
انه يعني بامكانه هي صوره مصغر عن كاس العالم يعني البطوله اعطت خبره حتى خارج الملعب يعني ايوه خارج الملعب خبرات هذه طبعا مصغر عن كاس العالم احتكاك بمثل هذه الاحداث ومثل هذه الظروف حتى تعرف ايش القوانين وايش المسموح والممنوع وايضا يعطيك خبره في كيفيه ايضا البحث عن حلول يعني في لتفادي هذا هون بيطلع النشاط والحدث أيوة. والعلاقات أيوة. وكيف بتقتنص الحوار وكيف بتقتنص اللقاء نعم. ايضا بدك تكون علاقات ومربط مع عدد من كبير من الاشخاص انا اذا شفت شخصيه لا تتوانى مباشره على طول مباشره أيوة. مباشره والا ما صيد ثمين يعتبر شو صيد يعني هي شغله لسبب واحد لأنه بجوز ما تصح لك فرصة تشوفه نعم يعني من اللي جاي يمكن اللي صار مباشرة لذلك تأخذ منه حتى تسأله هو ماشي سؤالين ثلاثة وانت شكل اللي حكى عليهم وابني على وعليهم انت طبعا والأفضل دائما انت تكون أسئلتك استفزازية أسئلتك كذا ليش استفزازية حتى يطلع يطالع كل شيء استفزازية ما يقول ما يستفز مين ما يحب الإعلاميين هوايتكم تستفز لا مستفز يعني يا رشيد جابر لازم تسأله وانت تضحك ما أنا سألته أيوة. أحكي أيوة. شو سألتك شو يمكن يعني إثارة إعلامية لا لا مو سأل استفزه حتى تأخذ منه بدك يا مثلا شوف يقولك ترى أيوة بس بالله يعني هو يقولك يستفزك عشان تطلع عصارة ما عند يسحب لا ذكروني بدي أقول له والله فريق خسر بس تسأل السؤال أنتوا لعبتوا مباراة جيدة في الوقت لنا لا ذكروني السؤال اللي أنت يعني في بعض الأحيان الصحفي ممكن يطلع منك معلومة ما أنت ما باغي تطلعها أيوة صح فبيعتمد على الأسلوب يعتمد على ايضا الاسئله يعتمد على انت كيف حطك للسؤال نفسه أيضا. الزاويه اللي حطيت منها السؤال الكلمه اللي حدث الحدث حدث حصاري حاصل لكل موضوع بتستطيع انك ممكن يكون حدث. عندي كلام اتكلمه بس ما تقدر تطلع ممكن يكون عندي افكار ما تقدر تطلعها حتى كصحف فيعتمد دائما وممكن انك انت في حاجه ما بغيت الحوار يعتمد على المحاور, المحاور. يعني. صح اخذت منك شيء انا صح صح من اصعب محاور حوارك والله من اصعب محاور حوارك انت يعني صراحه ما في ما حد ما في واثق من نفسه طبعا ما يستفز ما يستفز واللي بيحكي يحكي علنا معروف أيوة عنه يعني ما عنده شيء ما عنده مشكله بس اللي اريد اطلع بس الاحظ انه هو يعني لما نطلع لا اذا اريد اطلع شيء اطلع ما عندي اشكاليه بس ولا اذا ما اريد اطلع شيء ما اطلع خلاص تسكر يعني بس مره اتصلت فيه انا قلت له على الاشياء اللي على مشان حوار قلت له حوار قال لا بس انتظرني كم يوم يعني يجل يعني انه في امكانيه لي ممكن تزيد بعدين حظك في الاشياء اللي بيطلعها يعني بعدين مش الحال قلت له خلي خلاص فما صار انتهى الموضوع شايف كيف؟ شو مبتسم انا ما بدي الكلام في وقته يطلع ايوه الكلام في وقته لا كنا عم ننتظر شيء رده فعل ما صارت فبالتالي خلاص نحن فعلا نحن ما عاد بدنا اياها ما عاد في شيء بغى ينحكى فيه زين سؤال يعني ابو فيصل صحيح يعني يستفز المدربين ممكن انه في يعني المدرب في بعض المدربين ما يتحمل يستفز في نشوف انه في بعضهم ينفعل في المؤتمر الصحفي ينفعل يعني بشكل كبير يعني خاصه لما يكون السؤال يحس انه موجه له هو يعني اي كان يعني شخص ينتقص ينتقده كشخص يعني في شخص فيبدا عادي يطلع الكلام لا يستفز ممكن يغلط يعني ممكن يغلط يستخدم كلمات ما ممكن يتعثر شويه ممكن فدائما الواحد يكون حذر في هذا الجانب يعني أنا شخصيا أخذ الحذر في هذا الجانب لأنه دائما بتتعرض أنت كمدرب دائما بتتعرض للجانب طبيعي يا إما أنك أنت تجاوب به على حسب السؤال وبطريقة مختلفة أو أنك أنت تواجه في بعض الأحيان المواجهة تكون صعبة يعني طيب وإذا أنت مثلا سئلت سؤال أحد المدربين كما صار مع فيربيك عم يسألوا البعض انتقدوا عملك من ناحية فقال البعض يمكن حكينا الكل قال أغبياء مصر على كلمة أغبياء لا ما ممكن تستخدم ما شوف إيه لا عم نحكي أحيانا أنت بطريقة أنه تستفز فيها يعني ما حدا جاب لك سيرة يا أخي أنت أنا بنتقدك وبتعرف أني بنتقدك وبنتقد حسين وبنتقد يا أخي أمر طبيعي جدا أضف لذلك يا أخي المنتخب الوطن لا أنا ما 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 واحد بيقول والله أنا ما بحبه كل دون استثناء حدا بيحبه وإذا حدا واحد بيحكي على المنتخب أو بينتقد المنتخب من باب حرصه أنه يا أخي بده الأفضل ما تتوقع واحد ما بيخسر ما بيزعل عفوا لخسارة منتخبه لتعسره دون استثناء يعني ردة فعل الجماهير الإماراتية هالبكاء يعني منطقي جدا يا أخي خروج المنتخب العماني هالصور اللي أرجونا يا الشباب عن الحزن اللي سكان بالجماهير أنا بعتبره عفوا هو مو طبيعي هذا الحد الأدنى من الطبيعة لكن
انا اذا وقت بدي بيرجع لك يعني أخي. منتخبك كانه جزء منك اصلا ما في يعني ما تستطيع هي المشكله لما توصل انك انت تحصر المنتخب في نفسك وكان يعني كمدرب لا اي 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 إن كان اي إن كان. أي إن كان انك انت تحصر انه هذا المنتخب انا واي كلام موجه ما يعني المنتخب يعنيني انا فيعنيني انا هني المشكله اي موجه بالضبط. او اي بالضبط. اي ملاحظات او اي نقد او شيء فبيعتبره هو موجه بالفعل. له هو كشخص وياخذ الموضوع منحى اخر شخصيا ياخذه في هذا الجانب منحى شخصي يعني وهذا للاسف لانه في الاخير المنتخب هذا منتخب الكل طبعا ومن حق كل واحد انه يبدي رايه فيه. ايوه فانت انت ما انت عم تبدي رايك يا اخي بجوز ناس ما له علاقه باللعبه يا اخي هي ملاحظتهم انا ما بحكي عليهم طبعا انا بعرف شو وضعهم يعني لازم طبعًا. انت هون طبعًا. تستطيع تمتصهم يا اخي يعني هلا بدي اسالك لا عفوا لا رشيد كل الاسئله احيانا بالمؤتمرات الصحفيه بتجيك اسئله من 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 صحفيين يعني انت نفسك بتستغربك كيف حدا سالها مزبوط لكن بنفس الوقت هل من الممكن انك ترد عليه بطريقه خاصه لما تكون انت لما تكون مدرب المنتخب الاول وهذا انا عشت تجربه في ثلاث مراحل يعني في تصفيات نهائيات لما كنت على راس الجهاز الفني في تصفيات كاس العالم في المرحله الاخيره في 2002 وفي ايضا كاس الخليج نعم وكاس اسيا 96 يعني فعلا بعض الاحيان بتنحرق من اسئله الصحفيين واسئله تحسها انها تصفيات كاس اسيا طبعا تصفيات كاس اسيا 96 اللي كانت مجموعتنا ايران نعم فهذا ثلاث تجارب مع المنتخب الاول كمدرب للمنتخب الاول هذا يعني فعلا في مواقف كثيره يعني جدا في شيء بس يعني شوف اسئله الحين ابو فيصل يعني مثلا اهتمام الناس بالمنتخب صار اهتمام كبير جدا مش فئه معينه ترى مش فئه الشباب الكل يعني الكبار يمكن الكبار في السن تحس انه هو يتاثر اكثر منك انت يمكن تفاهم انه يعني هذا ظروف مباراه الكبير في السن يمكن يعني انه يتاثر بشكل كبير جدا لدرجه انه تحس انه هو يعني ما مرتاح ابدا بعد الخساره مثلا يعني يعتبر انه منتخب بيحمل يجوز يحملك الى كل الكل ايوه وفي شيء ثاني يعني بالاضافه الى هذا يعني احنا حسينا صراحه يعني من تصريح فيربك انه كانه فيربك توصل له معلومات عن الجمهور والاعلام قد تكون غير دقيقه يعني ممكن. في نوع من الشحن يعني هو بدا يفرغ في هذه الاجابه يعني فمعناته انه يعني ايضا ايصال المعلومه للمدرب يجب ان يكون دقيق يعني واضح من رده فعل المدرب انه توصله معلومه غير دقيقه بتاتا يعني بس هو اقل مدرب تعرض للانتقاد بالفعل هو ما انتقد يعني كما ما حد انتقده يعني بالعكس تمت اشاده فيه بطريقه غريبه ابو فيصل قال كلمه مهمه في مره من المرات يقول هذا المدرب من اكثر المدربين اللي اتفق معاه الاعلام بشكل كبير الكل والجماهير بدون استثناء الكل. بدون استثناء يعني بس رده الفعل غريبه بيم هو المدرب الوحيد اللي اتفقوا معه كامل واشتغل بأريحية كاملة يعني بالفعل غير انه هو ايضا معروف معاه الهدوء وهذا نادي يعني معروف عنه الهدوء هو ترى كمان في شغل بالاعتبار وشخصيته لطيفة وما تصادمي وحتى يمكن يعني هادي بطبيعته هادي لكن ردة الفعل غريبة يمكن ضغط الخسارة مع إيران كانت مؤثرة جدا يعني بس يا اخي بقياسات المنطقة لما تكون تحت ضغط يجب ان تنتقل الكلمات اللي تقولها جدا مهمة جدا لانك انت من تقول الكلمه خلاص خرجت منك فبالتالي ولا عم نحكي على السوشيال ميديا ما تقدر تتحكم في هلا عم نحكي على السوشيال ميديا كيف تتكلم الكلمه بتطلع على السوشيال ميديا تواصل هذه الاماكن التواصل صعب جدا انك انت اليوم تتحكم فيها وبعدين يتكلم الكل يتكلم فيها اللي 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 عنده خلفيه رياضيه اللي ما عنده خلفيه رياضيه اللي فاهم فيما يخص كرة القدم الجانب الفني أو الجانب الإداري الكل يبدي في هذا الجانب وبالتالي أن أنت إذا بتسمع للكل وبتبدأ تأخذ على كل كلمة تأخذ على كل كلمة وعلى كل شيء بيجيك على الموقع مالك أو النقد مالك يعني في ما ممكن فبالتالي يجب أن تتجاهل كل ما يعني إذا تريد فعلا تنجح وتعمل بأفكارك يجب هذا السوشيال ميديا تنسى أي كلمة تقال فيها سواء كان فيما يعني يخص يعني مثلا انت مثلا كمدرب خليك مثلا المحل وانت كصحفي وانا مثلا ترى ما ممكن ان كل الناس تتفق معنا انك انت زين يعني مستحيل لا بد انه في انت ما معناته في اذا اتفق كلنا معناته في مشكله لا في مشكله معناته يعني هل معناته ان انت يعني كل راي تسمعه انه انت ما عجبته معناته ان هذا شخص
عدوك انت ما يريدك مثلا عدوك هو مثلا مش مقتنع مش طيب طيب بس ليش نقيس الامور بهذه الطريقه يعني أنا كنت في ناس ما بتقتنع بافكارك في ناس في شوف في بعض الناس طبيعي ما بتقتنع يعني هذا وضع طبيعي جدا يعني وهذا عادي في ناس تختلف معك انت انا مساحة الاختلاف يجب أن تكون مفتوحة للكل أنك تختلف معه أيوة. ولكن لا تغلط عليه الوضع الطبيعي أنه يعني في ناس يعني تطلع ما تتفق معك ما توصل لمرحلة أنك تغلط شخصية يمكن لكن تختلف هذا كرة القدم الكل ما ممكن نتفق فيها يعني ولذلك أنت لما تكون في موقع قيادة وفي موقع قرار وفي موقع يعني الشهرة وعلى فكرة بقول لك شيء مهم فبالتالي يجب أن لا تستمع لكل ما يقال في السوشيال في شيء مهم أبو فيصل أنت ما لاحظت أنه تحديدا حتى مدربين المنتخبات العربية تحديدا خليك من المنتخبات الثانية كلها جات للبطولة وفي إعلام ما متفق معهم حتى على أسماء اللي جات فيه هذا إيه صحيح يعني كلهم تخيل يعني ما في منتخب كانوا متفقين منتخب معهم منتخب عمان كان في بعض الأسماء وضم قبل الفترة الأخيرة مظبوط بالضبط يعني فاذا ما كان عليه ضغوطات ما كان عليه الإعلام. ابدا اخي كل العالم كانت معه فهذا اقول لك يعني وضع طبيعي يعني بس احنا بالنسبه للمنتخب لا 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 ما كان في اي شيء يعني ما لا لا كان على اي ضغط يعني ما كان في اي ضغط على المنتخب ولا الجهاز الفني ما كان في اي شيء بس يعني. رشيد انت حكيت كلمه انه انت مساحه الانتقاد جبت تكون صدرك رحب انت يمكن اكثر شيء الانتقاد اللي بتنتبه له أو بتركز عليه عندما يأتي مثلاً من المدرب مظبوط؟ عندما فني. مدرب ينتقد فني ينتقد شغلك أنت هذا من المنطق ومن تستفيد منه إيه لا إن لازم تعرف أنت شو عم يحكي مظبوط؟ هذا الأمر نفس الشيء بالصحافة يا أخي أنا في أحد المرات أحدهم كتبت عن زاوية فبعت لي إيميل كنت أنا إجازة ففاجأت أنا بالإيميل رحت رديت عليه بطريقه كثير يعني كان كثير منتقد قال انت بس كذا تبادل الراي يعني ايه بعد شوي بعدين بالايميل الثاني هو قال لي انا بعتذر عما سبق لانك وضحت صوره لا مو وضحت صورة. انا بالعكس انا يعني هذا رده فعله ورايه إيه بالضبط انا صدقا والله انا قراته فورا رديت عليه قال لي شكرا انا اسف قال لي لم اكن اتوقع انك تترك امر عادي جدا بالنسبه على الانتقاد على ردات الفعل يا اخي نشوف المدربين الاجانب هناك بتشوف بالدوري الانجليزي تذكر مورينيو بالمؤتمرات الصحفيه المؤتمرات الصحفيه يقعد عم يتلاسن هو الصحفيين انا لم نصل لهذه الحد لكن بالنسبه لنا انا بالنسبه اللي بيعني لي اي بالعكس نحن هي ماده صحفيه جميله المدرب طبعا اللي بيستفز بهالطريقه طبعا ماده صحفيه جميله لكن بالنسبه لفيربك انا فعلا انا استغربت منه ما صدر يعني لحد هذه اللحظه ليش ما بعرف هو اصلا الكلمه ما لاقين تفسير لحد الان لا لانه هو شخص بعيد هالامور هيدي الكلمه استخدامها غلط يعني ما ممكن تستخدم كلمه مثل هذه ما ممكن مهما كنت ومهما استفزيت اني استخدم كلمه غباء ما ممكن استخدمها يعني مالك الحق كلمه ما يعني ما من حقك انك انت لانه لو قلتها في وجه واحد ممكن يرد عليك بعشر كلمات اسوا منها فبالتالي لما انت في موقع قياده في موقع قرار في موقع شهره فيجب ان تختار كلماتك جميل. اختيار الكلمات جدا مهم جميل بس سؤال صغير يعني واتمنى انه يعني لا يثير حفيظتك كمدرب وطني وحاشاكم كمدربين وطنيين لو نفرض ان هذا بس خليها من الوطني قل كمدرب يعني كمدرب لا 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 كمدرب في انا عرفت السؤال اوصل لك انك لا كمدرب ليش تحصرونا لا لان السؤال يتعلق كمدرب انا بسال السؤال انت كمدرب لو صدر هذا الكلام عن مدرب وطني شو كان سوي فيه استوت مصيبه طيب ليه انا شو عرفت لي طيب ليش مثلا هذا الامر هذا هو ليش هذا السؤال انا اتوقع الى اليوم كان يتكلموا عنه ايوه طيب ليش بدك انت هالجانب تشيله يا اخي يعني هذا اللي اقصد لك يعني هذا اللي ابغى اوصل لك هذا السؤال ما طبعا سؤالي يعني انا من اول واضح الى اليوم يتكلموا انا اتوقع يمكن المدرب ما يبقى نفس اليوم الموقع. ان شاء الله اي ما يبقى انت تعرف حتى فيها يعني يعني احيانا الواحد يتكلم هذا رايي يعني ممكن الناس تختلف معي لا بعد ما على فكره ما بس تنشال يعني انا ممكن حتى اشتكي عليك تعرف ممكن ايوه يعني ارفع عليك قضيه هذا تكلم عنه بهذه الطريقه مثلا يعني اقصد ممكن صح ولا لا يعني توصل ابعد من هذا لكن ليش احنا يعني لما يكون مثلا المدرب اجنبي نحاول نجد له المبررات لذلك هذا الاشكاليه عندنا حسين هذا الاشكاليه عندنا احنا ما عندنا ثقه وما عندنا تقييم للمدرب
العماني بالذات يعني مدربين العمانيين ما عندنا تقييم لهم ما في أي من أي ناحية من كل النواحي يعني. إذن كيف يشتغلوا بدون تقييم يعني؟ إذن كيف يعني يتعينوا ولذلك, ولذلك بيشتغلوا إذن إيش معاييرهم؟ بيشتغلوا للأسف إنه في فراغ هناك طوارئ أعطوا المدرب الفلاني يعني ما في معايير أعطوا المدرب الفلاني أيوة لأنه ما في بالمنتخبات ولا بالأندية للكل يعني للكل عندنا في عمان ككل يعني على مستوى الأندية والمنتخبات يعني حتى تقييم العمل ما في بعض الأحيان في مدرب ناجح وما حقق بطولة بس عمله جيد بس ما قادر يحقق لأنه ما عنده التولز ما عنده الأدوات بس عمله جيد في التكوين يعني مثلا في لا عمله جيد لما تروح الملعب تقول هذا شغل مدرب مدرب لما تروح تقول بصمة أيوة تحس إنه في شغل مدرب يعني بس ما قادر ما عنده الأدوات إنه يحقق بطولة في بعض المدربين لا عندك مدربين مثلا لا ما يقدر يشتغل إلا إذا عنده الأدوات عنده الأدوات تعطيه الأدوات يشتغل ما تعطيه الأدوات ما يشتغل ما يشتغل وعندنا في عمان عندنا موجودين يعني العمانيين عندنا على كثرة المدربين للأسف ما في تقييم طيب هذا بعدين أنا أشوف المدرب هذا المدرب يصلح إنه يكون في المنتخبات السنية أو في المراحل السنية في النادي عنده القدرة عنده الإمكانية ما عندنا هذا الجانب لا هذا المدرب مثلا لا إمكانياته أعطيه لاعبين كويسين وجاهزين يعمل منتخب يعمل لمنتخب يعمل فريق في النادي هذا كلها ما موجودة للأسف الشديد وبالتالي تنعكس سلبي على الكرة ككل اليوم أنا كنت أنا بقول هذا أنا قلتها على في التويترز في موقع في التويتر وأنا بذكرها الآن شوف أنت أيضا عدم قدرتنا على احتواء النجوم مالنا التقيت بالكابتن الكبير خليفة عايل خليفة عنده رخصة بي وهذا نجم كبير كان كلنا نتغنى فيه ولفترة طويلة صح ولا لا يعني ما قوله في عمان كلها ما في نادي يحتضن مدرب عنده رخصة أنه يكون مساعد في المراحل السنية أو يكون مدرب في مراحل سنية أو يكون في مكان هذا ما عنده نادي وهذا دليل أنه ما عندنا القدرة على أنه لما يكون عندنا نجم وباسم كبير أنه نحتضنه وعنده القدرة أو نستفيد عنده من خبرته ونستفيد من خبرته في هذا الجانب ممكن نجيب أي واحد ما له دخل باللعبة أو اسم ما له دخل نحطه مدرب ممكن يعني ما له اسم معه شهادة تدريبية لكن غير معروف وأنا لو أقول لك الأشياء اللي لاحظتها خلال الأربع في متابعتي لدوري الشباب والناشئين أنا شفت العجب في الناس اللي بتمسك المراحل السنية هذه معناها هي الأساس سواء سواء الجانب الإداري أو الجانب الفني بس حاطين معايير رشيد حاطين معايير اتحاد كرة القدم ل أنا ما بتكلم عن الاتحاد كرة القدم هو أعطيك لك حتى العمل مع أنا بتكلم عن الأندية لما تحط مدرب مع الأندية يعني أنت لما تجي تحط مدرب يجب أن تحط مدرب عنده يعني أنا أرجع للكلام الأول التقييم أنا لما أجي كنادي أريد أحط مدرب مثلا للناشئين أو للشباب أو في الفريق الأول يجب أن يكون عندي تقييم للمدربين اللي عندي حواليني المدربين اللي في نادي عندي أو في الأندية اللي حواليني أو في أدور على الإنسان اللي ممكن نحن ما عندنا هذا التقييم نفس الشيء المدربين هذا بيجوا من وين من اللي بيقيم الدورات مش الاتحاد المفروض يعرف كل مجموعة بيدخلوا بالعشرين والخمسة وعشرين يجب أن يعرف من المدرب اللي عنده الإمكانية وعنده القدرة من هنا وتبدأ تسقله تبدأ نحن بدأنا دوراتنا لما بدأنا تدريبنا بداية التسعينات نحن أنا أذكر هذا الرجل ما ممكن أنسى أنا اللي احتضن وجهني في هذا وساعدني في أني أنا أكون وأخذ البرو هذا وأبدأ في التدريب كان الشيخ سعود الله يذكره بالخير رواحي رئيس الرواحي نعم هو اللي كان فعلا جزء كبير جدا في هذا الجانب طيب. فأنت كاتحاد أيضا لما يمروا عليك هالنجوم وتعرف أنه هذا والله عنده القدرة عنده لازم تروح معه لازم تطوره لازم تعطيه المساحة أنه يتطور بحيث أنه أنت في الأخير ما يبني اللعبة هذه وما يطور اللعبة إلا ابن البلد جميل ما ممكن هذا طيب. قاعدة لازم نعرف سؤال واحد أنا عارف أن المخرج بيجيك الأسئلة لا هو يقول لي روح تقرير عشان ما أظلمه مسكين فبس أنا عندي سؤال سريع وأخير يمكن يتفق معي فيه أبو لمياء الإعلام مثلا معانا بالنسبة لكم كمدربين هل هو مؤثر داعم غير مؤثر كيف مؤثر عقبة مثلا وين مؤثر يعني إيجابا سلبا مؤثر على عملكم مثلا سلبا ولا داعم ولا غير مؤثر لا هو داعم أنا بالنسبة لي داعم ممتاز أنا بالنسبة لي داعم يعني في خلال مسيرتي التدريبية داعم جدا بس هو يتأثر
في عنده نقطه اللي هو يتاثر بالنتيجه مباشره يعني تاثيره بالنتيجه مباشره من يخسر شويه يعني هو في هذا الجانب. لكنه بالنسبه لي انا شخصيا طوال مسيره الاعلام الزملاء كلهم سواء كان على مستوى الاعلام المرئي او على مستوى المقروء والمسموع هذا يعني كان فعلا بالنسبه لي انا كان دعم كبير جدا وجزء من اللي ساعدني اني انا ان المشوار مالي في التدريب كان جدا مميز في هذا الجانب. ايضا الاعلام كان له دور كبير جدا وانا اذكر ما انسى ان الحمله اللي كانت معي لما اخذت المنتخب في كاس في تصفيات نهائي الكاس العالم كان جدا داعم وكان جزء كبير اني انا وجدت في المنتخب. جميل. لا بالعكس يعني انا بالنسبه لي لا بالعكس. جميل جدا. اجابه واضحه. لا مش حالي. ايوه خلاص ما طيب عموما هو ما انتظر شيء اخر. لا 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 هو بيعرف يعني والله يعني كنت اتوقع في شيء غير بس يعني خيب ظني قصدي. لا بالعكس جميل خيب ظني جميل جميل. لا انا كنت اتوقع انه عندك مآخذ يعني اشياء معينه. لا لا بالعكس لكن بعد انا ما انسى انا بالعكس ايضا جزء من الاعلام. النقد بيساعدك يعني في الاخير اذا كان نقد بالنبي بيساعدك لانه في الاخير ما ممكن انت عملك ما عمره يكون مكتمل اصلا. بالضبط ما في عمل انه كامل يكشف لك جوانب. ايوه فبالتالي في اكيد في قصور في عملك في الاخير في بعض الاحيان انك انت في نوعيه وفي جزئيه معينه بتاخذها ولا وما في عمل انه بيكون مكتمل ما في بس الحاجه الايجابيه انك انت تستفيد من ممتاز الاخطاء مالك وهذا اللي تعلمته انا طوال 25 سنه او 30 سنه في مجال التدريب. جميل. تعلمت اشياء كثيره جدا سواء إذن كان على مستوى الانديه والمنتخبات. نعم نعود للحديث طبعا اللي بدانا بهذه الحلقه والحديث عن المدربين الذين تواجدوا طبعا في هذه البطوله وفي النهايه طبعا وصل سانشيز مع النادي القطري وموريسيو مع المنتخب الياباني وكلاهما مدربين طبعا مغمورين قبل هذه البطوله وان كان سانشيز حقق في الحقيقه طبعا بطوله كاس اسيا للشباب مع المنتخب القطري لكن هذه البطوله سلطت الضوء على هذين المدربين اكثر من اي وقت مضى. نتابع. إذا ما تم استعراض قائمة المدربين الذين تواجدوا مع منتخباتهم في النسخة الحالية من بطولة أمم آسيا من حيث الخبرة والإنجازات والمكانة لن نجد اسم المدير الفني للمنتخب القطري فيليكس سانشيز بين العشرة الأوائل في هذه القائمة فهو مدرب مغمور مقارنة بزاكيروني وبيتزي وكيروش وكوبر وفيربيك والعديد من الأسماء التي ودعت المنافسات تباعا. سانشيز تميز على نظرائه المدربين بأنه هو من عجن المنتخب الذي يدربه منذ أن كان لاعبوه يتعلمون أبجديات كرة القدم فتابعهم منذ الصغر ونجح في السيطرة عليهم فهو يعرف تماما إمكانيات كل فرد فيهم من الناحية الفنية ويعرف أيضا متى يكون لاعبه جاهزا فنيا وإذا ما استعدنا شريط مباراة قطر والإمارات لشاهدنا أن سانشيز لم يبالغ في الاحتفال بالأهداف حتى لا تنتقل فرحته للاعبيه فيذهب اللقاء إلى نقطة أخرى. سانشيز لم يكن لينجح لو لم يحصل على الصلاحيات المطلقة منذ أن كان مدربا للناشئين إلى أن تدرج مع منتخبه إلى المنتخب الأول وهذا ما يجعل نصف نجاحه يذهب لاتحاد اللعبة فما كان ليجد كل هذا الدعم وكل هذه الثقة لو درب في مكان آخر. الغريب والطريف في الأمر أيضا أن منافس سانشيز في النهائي المنتظر مدرب مغمور ويأتي ترتيبه خلف سانشيز نفسه وبدرجات وهو الياباني هاجيمي مورياسو والأخير نجح أيضا بذكاء في قيادة الساموراي إلى المشهد الختامي ويريد أيضا أن يكون أول مدرب ياباني يحصل على اللقب الآسيوي مع منتخب بلاده. الحقيقة بطولة حفلت بتواجد العديد من الأسماء التدريبية التي لها وزنها طبعا ليس على مستوى طبعا القارة الآسيوية وإنما حتى العالمية. مارشيلو ليبي، كارلوس كيروش، زاكيروني، بيم فيربيك، يعني أسماء كبيرة يعني في تواجدت في هذه البطولة لكن في النهاية طبعا تواجد طبعا المدرب اللي أنت معجب فيه بشخصيته كما تقول أيضا مدرب المنتخب الياباني. انت معجب بسانشيز؟ لا مدرب اوزبكستان بعد اوزبكستان عفوا ايوه شو اسمه كوبر هيكتور كوبر كوبر هيكتور كوبر بس في الاخير المدرب نجاحه بادواته يعني
إيه منطقي كلام. هو صحيح نجاحه في أدواته لكن أيضا دوره مهم. إيه أنا أكيد المدرب كيف ما مهم، أكيد المدرب هو العنصر الأساسي في الأخير، لكن المدرب محتاج أدوات تتناسب مع الفلسفة ماله. يعني بعض الأحيان يكون عندك الأدوات والفلسفة تختلف ما تنطبق على يعني حتى لو تغيروا معك لاعبين مثلا من كأس العالم مثل ما صار مع مدرب منتخب اليابان. لا المدرب شوف اليابان تختلف، تعرف لما يكون عندك مدرب المواطن هو بيجيب اللاعب يعرف طبيعة اللاعب نفسه. لا لا بس على منتخب يعني. اليابان بس إضافة صغيرة، نفسه هو مدرب المنتخب الأولمبي يعني كان مدربا للاعبين اللي جابهم على المنتخب الأول، فيعني بيعرف الحاجة الإيجابية دائما لما يكون مدرب من البلد نفسه بيعرف كل التفاصيل الصغيرة. المدرب الأجنبي ما يعرف التفاصيل الصغيرة، والتفاصيل الصغيرة بعض الأحيان هي اللي بتأثر في مستوى الفريق، في أداء الفريق، في أيضا الكيمستري اللي هو الانسجام طبعاً بين المجموعة ككل. المدرب الوطني أو المدرب ابن البلد بيعرف هذه الأمور كلها، بيعرف وبالأحيان نجاحه يعتمد على شخصيته. طيب لأنه شخصيته هي اللي بتحدد قدرته على قيادة المجموعة، بالإضافة طبعا للجانب الفني اللي هو المفروض يكون أيضا عنده معرفة. يعني جميل. ما ممكن توصل منتخب أول ما عندك معرفة فيها. بنرجع نكمل في الموضوع، لكن قبل ذلك أيضا نعود للزميل أحمد الكعبي. وبالتأكيد أحمد يعني هذا الحديث هو أيضا هناك متواجد في أروقة البطولة عن المدربين الذين تواجدوا بأسماء كبيرة على المستوى العالمي في الحقيقة في هذه البطولة. بقي منهم هذان الاثنان المتواجدان في المباراة النهائية. إليك الكلمة من جديد أحمد. شكرا جزيلا حسين. طبعا في هذه اللحظات يسعدني أن أرحب بالأستاذ أحمد الحوري مدير التحرير للشؤون الرياضية بصحيفة البيان الإماراتية. أستاذ أحمد في البداية يعني نقولكم هارد لك يعني ولو أنا متأخر نسبيا، أود أن أتحدث معك عن مشاركة المنتخب الإماراتي في هذه النسخة من نهائيات كأس آسيا. ما هو انطباعكم كإعلام عن هذه المشاركة؟ شكرا على الاستضافة أحمد. قدر الله وما شاء فعل. كنا نمني النفس بأن نستمر أكثر، كنا نمني النفس أن نوصل إلى المباراة النهائية، إلى مباراة التتويج. كنا نريد أن يتكرر سيناريو 96، لكن في النهاية صحينا من الحلم، حلم وطن لم يكتمل. كنا نتمنى أن نستثمر مباراة أستراليا بشكل الصحيح، نستثمر الفوز ونستثمر الحالة المعنوية اللي شفناها في مباراة أستراليا، الفوز المعنوي اللي تحقق، الروح اللي حسينا أنها يعني عادت في مباراة أستراليا. كنا نتمنى أنها تستمر في مباراة قطر وتقودنا إلى المباراة النهائية، ولكن يعني على أرض الواقع عرفنا أن هذه إمكانيات لاعبينا، عرفنا أن ليس لديهم أكثر مما كان. وبالمنطق أحمد يمكن اللي يتعرض للإحراج أمام الهند وأمام تايلاند وأمام قرقيزستان لابد أن يصحوا شوية من الـ الأحلام هذه، ويجب أن يعرف أن اللي قدم المنتخب في دور تمهيدي إضافة لدور دور 16 مش بالإمكان أن يستمر أكثر من ذلك. بالنسبة لنا كإعلاميين نطالب وطالبنا هيئة الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتحاد الإمارات لكرة القدم بأخذ دورهم الحقيقي في أنهم يقفون عند هذه المشاركة، يشوفون سلبياتها إيجابيات المنظومة الرياضية كلها، لابد أن نعرف إيجابياتها، نعرف سلبياتها، الاحتراف ماذا أفادنا وماذا تضررنا منه، أمور كثيرة. في بعض الأوقات يقول أوروبا ضارة النافعة، وهذه المباراة وهذه الخسارة تحديدا وبهذا الكم من الأهداف أعتقد أنها يجب أن تحيي الأمور اللي ممكن أن تقيم التجربة هذه كلها، لأن لو فزنا أحمد وتأهلنا دور نصف النهائي بنعيش في إلى النهاية في وهم سنوات قادمة. فمثل هذه الخسارة ربما
تجعل الجميع يفيق من الحلم، حلم ان احنا الافضل واحنا الاقوى واحنا افضل لاعبين وان دورينا الدوري الاسيوي الاول. هذه امور كثيره يجب ان نفيق منها اذا ما اردنا تاسيس مستقبل حقيقي لكره القدم الاماراتيه. يعني ترى انه يعني ما كان يعتقد البعض من امكانيات متميزه للمنتخب الاماراتي، وفي ظل العوامل اللي تفضلت وذكرت انه هذا غير صحيح ولا بد من اعاده النظر في المنظومه بشكل عام. اكيد 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 اكيد، ولذلك مثل ما قلت لك رب ضاره نافع، هذه الخساره هي التي يجب ان نبني عليها، لان مثل ما قلت لك لو تحقق الفوز وصلنا الى النهائي دائما نقول، انتم تعرفونه كاعلاميين، يقول لك الخساره او الفوز ينسي الأسباب الحقيقية للسلبيات الحقيقية والأخطاء الموجودة، فدائما فرحة الفوز تنسينا حالتنا الحقيقية، وضعنا الحقيقي، الأخطاء اللي مشينا فيها. لكن أعتقد أن هذه الخسارة وهذه النتيجة الغير مرضية طبعا يجب أن نبني عليها بشكل حقيقي، وأعتقد إذا لم يتغير الوضع بعد هذه الخسارة فلن يتغير الوضع في المستقبل. طيب البعض يتحدث عن زاكيروني، يقول بان ايضا زاكيروني يتحمل جزء كبير من مسؤوليه ظهور المنتخب الاماراتي بهذا الشكل، تتفق مع هذا الطرح؟ شوف انا دائما في 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 مثل هذه المباريات، صحيح جانب فني وجانب اداري وجانب لاعبين، انا في هذه المباريات خاصه الوضعيه اللي كنا فيها، لا نلعب او اللاعبين يلعبون امام 39 الف متفرج ويمكن نصفهم خارج الاستاد، وما تستحضر هذه الظروف كلها، ما لديك من طاقات حتى لو في 90 دقيقه، هذه اعتقد ان هناك قصور اكثر من مجرد جهاز فني واكثر من مجرد قصور في الاداره. اللاعبين كان بامكانهم ان يعني يعكسون للشارع الرياضي، للجماهير الموجوده، للجماهير اللي تابعتهم، انهم حاضرين بروحهم، بقتالهم، باصرارهم، بعطائهم في الملعب. هذا اللي كان غايب. البعض ايضا يتساءل انه هؤلاء اللاعبين اللي تتحدث عنهم من سنوات قليله كانوا نجوم بارزين، وغالبيتهم ايضا كانوا مشاركين مع نادي العين في كاس العالم للانديه، وصلوا للنهائي وكانوا متالقين ومتميزين قبل ايام من انطلاقه نهائيات كاس اسيا، فما الذي تغير خلال ايام يعني؟ صحيح كلامك فيه عين العقل، لكن انا اتكلم ان هؤلاء اللاعبين ايضا ما كانوا موجودين. اذا يعني تبغي ترمز ان والله القصور في زكروني، شوف في لاعب من اللاعبين المشهورين عندنا في دوله الامارات العربيه المتحده، واحد من اللي كانوا في 96، الكابتن يوسف حسين. يوسف حسين عنده مقوله حلوه جدا، يقول في بعض الفترات اتونا مدربين، يعني التشبيه كانهم طباخين، ولكن احنا كلاعبين في الملعب كنا نعوض كل هذه الامور. هذه المقوله كان مفترض ان نشوفها في لاعبينا، حتى لو كان المدرب مقصر، حتى لو كانت اداره الاتحاد مقصره، اللاعب كان عليه دور وحضور يجب ان نشوفه. على العموم احنا ربما جلد النفس او جلد الذات البعض يقول مش وقته، لكن انا اعتقد ان الان الامور اكبر مني ومن مجرد اعلام، المفروض ان في تدخل من هيئه الرياضه، الاتحاد نفسه، الاتحاد لانه هو المسؤول الاول عن ما حصل، اعتقد انهم مفترض انهم يكون لهم الدور الحقيقي في الفتره القادمه. جميل. هذا بالنسبه للمنتخب الاماراتي. ننتقل الان الى موضوع اخر، البطوله الان في ايامها الاخيره، كيف تابعت ردود افعال المنتخبات المشاركه، الاعلاميين، مدى الرضا؟ احنا حقيقه شهادتنا مجروحه يعني، ما قصرتوا للامانه جزاكم الله خير، ولكن انتم كاعلام ايضا اماراتي رصد ردود الافعال، كيف تقييم لكم يعني للبطولة تنظيميا على وجه الخصوص من انطلاقتها حتى هذه الأيام الأخيرة من عمر البطولة؟ يمكن أحمد شاتي أنا مجروحة كوني ابن الإمارات في موضوع التنظيم، أنا المفروض أنتوا تقولون لنا شو اللي حصل في التنظيم، شو شهاداتكم أنتوا عن التنظيم، لأن شهاداتكم أكثر منا. نعم، لكن اللي تابعنا منكم أنتوا كإعلام عماني، من الأخوة من الدول الأخرى كإعلام، من شهادات رسمية من الاتحاد الآسيوي نفسه، الاتحاد الدولي نفسه، الحمد لله كل هذه
ردود الافعال، ردود افعال طيبه، ردود افعال مشيده بالتنظيم، وهذا ليس بغريب احمد. انت شفت بطولات كثيره وحضرت وشفت التنظيم، اعتقد ان هذا ليس بغريب على دوله الامارات وشباب دوله الامارات. شكرا جزيلا لك استاذ احمد. شكرا 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 احمد، شكرا، يعطيك العافيه. شكرا. إذا حسين، هذا كان حديث الأستاذ أحمد الحوري مدير تحرير للشؤون الرياضية بصحيفة البيان الإماراتية، تحدث طبعا بسابعا المنتخب الإماراتي وتقييمه لهذه المشاركة. عودة لك مرة أخرى والزملاء الأعزاء في الاستوديو. شكرا لك أحمد الكعبي في أبو ظبي، شكرا أيضا للأخ كيف ذهب دور أحمد الحوري أيضا. نعم خليه تحية لأحمد الحوري، قال له تحية خاصة كلام المنطقي والجميل، ومع النداف يوجهون تحية أيضا للأخ طبعا إليك أحمد, أحمد الحوري، ولك أيضا طبعا أحمد. لا أنا أقول لك كيف ذا هارد وورك، يعني كيف ذا هارد وورك عشان أحمد. وصل شكرا لكم كابتن رشيد، الله يحفظكم. حبيبي الله يخليك احمد، واكيد مواصلين معك ان شاء الله، وكل الشكر لك اكيد. انا بدي اعقب مباشره. تفضل يا اخي. الكلام اللي صار امس كان في ردات فعل كثيره، اللي حكى احمد الحوري بوجه له تحيه حاره جدا. انا برايي هذا الكلام الموزون والصحيح 100%. تذكرت اللي حكينا، ما راح احكي التعبير اللي حكاه رشيد على بدايه المنتخب، قال لك احنا المنتخب بالدور الاول شفنا امكانياته، بالدور الثاني بالدور الثالث يا أخي وصل للدور خروجه منطقيا قياسا على اللي قدمه. قال لو صعد للمباراة النهائية بجوز كل هالسلبيات اللي كانت موجودة واتضحت أمام المنتخب، كان الفوز يمكن وصول النهائي غطى عليها. أنا ما طرحت السؤال تماما. أنا ما طرحت. بعدين حكى شغلة، حكى شغلة ما حمل إنه نحن لا محتاجين، بس لا ما حمل زكروني الفوز ولا حمل الجماهير ضغوطات مضغوط. قال لك يا أخي ذكروني احد العوامل، قال لك يا اخي كان في 39 الف متفرج. قال لك يا اخي ما شفنا ردة فعل من اللاعبين تدل على انه متاثرين وموجودين يعني ويقدموا شيء كرمال هذه الجماهير. اضافه للكلام اللي حكى، يعني كلام احمد الحوري بكل ما تعني الكلمه كان كلام موزون. وقال لك يا اخي خلي شوي، نحن يجب ان نبني على ما حدث، نبني أن نستفيد. إذا لم يتم الاستفادة من هذه الحالة، على إمتى بده يتم الاستفادة؟ نعم. والأمر لا يتعدى خسارة المباراة وخسارة الوصول إلى النهائي، الأمر خالي إنه يعني أكثر من هذا الأمر بكثير، وبالتالي جميل. كانت الأمور واضحة جميل. جدا كلام منطقي وكلام موزون. نعم. يعني هيك برأيي أنا يجب أن تناقش الأمور وتأخذ الأمور بجدية بدون انفعال. الخسارة قاسية على المنتخب الإماراتي وعلى الجماهير، لكن يا أخي أنت بتجي الخسارة بعد شوي، أنت بعدين تفكر شو اللي صار، وين الخطأ، تساوي جر تماما. كلام منطقي جدا، وبالعكس هذا هو النقد اللي الواحد بيحبه. بقول لك يا أخي نحن بنينا يعني لك على اللي صار بهذا، أو بالأحرى مشوار المنتخب كان واضح جدا، لأنه لو تأهل وصل للمباراة النهائية وأخذ لهني كانت كل السلبيات اللي ظهرت هني ما تم الإشارة إلى. كلام منطقي جدا، واتمنى أنا كل المنتخبات يعني ليس المنتخب الإماراتي، أي منتخب خرج من هذه البطولة بغض النظر عن أين وصل يجب أن تقيم، أخي يكون في تقييم منطقي، تقييم علمي، تقييم فني، وبناء على هذا التقييم أنت يتم جميل. الحكم والبناء عليه. ممتاز. بس احنا ما سمعنا أيضا اللي كنت جميل طبعا كلامك عن هذا، وأعتقد أن أيضا ذكرت بأن مثل هذه الأمور يجب أن الوقوف معها بهدوء وروية، وأنا أعتقد أن أيضا المنتخب الإماراتي يتفق كابتن رشيد قالها أكثر من مرة، يملك الإمكانيات للعودة يعني بوضع جديد بوضع مختلف من خلال تصفية كأس العالم، يملك الأدوات والإمكانيات اللازمة ليغير. أنا أعرف أنه حتى قال لك لكن بهالبطولة يعني كان كلام مطلق، لكنه يا أخي يجب أن نبني على اللي حدث تماما. نعم. حمل اللاعبين يعني بكل جرأة، لك أخي ما تحكي، قال له طيب مجموعة منيحة من هدول اللاعبين ظهروا بكأس العالم للقارات، كأس العالم، لا كأس العالم للأندية، للأندية اللي أقيمت معنا للعين بالإمارات. أيوة. قال له لا لم نشاهدهم، فكان منطقي كلامه. بس هم في عندهم شغل تحت، في عندهم شغل تحت، أنا أعرف أنه عندهم بالقواعد تحت. عندهم مراكز جيد، عندهم دوري قوي، دوري مراحل سنية على مستوى الصيف الأول على آسيا، عندهم شغل في المنتخبات السنية مالهم جيد، برامج عندهم المنتخبات، مش كل سنتين عندهم منتخبات سنية يعني كل يعني فبالتالي هم في عندهم شغل تحت قاعدين يشتغلوا. نعم. وبالتالي هذا ممكن يساعد أيضا، ممكن يساعد هي. طيب. بس هي الخيارات، أنا أعتقد الخيارات
القرارات، لأنه صاحب القرار يجب أن يكون مبني على القرار مبني بطريقة صحيحة. لما تتخذ قرار يجب أن تدرسه من كل جوانب. لا، في بعض الأحيان أنك تتخذ قرار ما أخذ زاوية معينة بتأثر أو قرار انفعالي يعني. أو انفعالي أو ردة فعل. فبس هم عندهم عمل يعني، هم جالسين يشتغلوا وعندهم الإمكانيات يعني، عندهم البنية الأساسية جيدة، عندهم الشغل في مراكزهم اللي خاصة بالمنتخبات أيضا الدوري، والأندية قاعدة تشتغل، أنت عارف الأندية في الإمارات تشتغل على المراحل السنية واجد. وعندهم دوري قوي يعني، دوري قوي يعني، اللاعب يلعب مع 30 مباراة في السنة يعني، اللاعب الصغير يعني. طيب، فهذا حاجة إيجابية، لكن نحن بنتكلم على المنتخب، هذا فعلا المنتخب عانى وتكلمنا عنه. فما يعني في الأخير توصل أمام منتخب ما تقدر تعدي، وهذا اللي صار أمام المنتخب القطري. فريق عنده كل العوامل اللي يكسب المباراة، وهذا اللي صار. جميل. نرجع للحديث أيضا عن موضوع المدربين طبعا في هذه، وبرجع لك للسانشيز، ولكن أيضا بناخذ أيضا الموضوع المدربين اللي تساقطوا أيضا من خلال هذه البطولة يعني، من خاصة هلا بزعل رشيد تساقطوا. تساقطوا لا يا أخي، ما تساقطوا. طيب إيش الكلمة الثانية؟ لحظة، يعني لم يحالفهم الحق أو لا ما مش هو خروج، خرجوا يعني من منتخباتهم يعني، بداية مدرب منتخب تايلاند، مدرب منتخب الهند، مدرب منتخب سوريا، إيران، سوريا. الهند قيل، الهند استقال. استقال، هو قال أنا عملت عشان أوصل لهذا اليوم، واليوم أنا خرجت، فلذلك أنا سأعلن رحيل. 4 سنوات ظل عندهم يعني. فهو أول مدرب استقال، لكن من أقيل قبله هو مدرب تايلاند. زين، وبعد ذلك طبعا جاء مجموعه من المدربين، في منه خلصت فترات تعاقد مع منتخب البحرين، خلصوا. هو المدرب اللي يقيل هو بيتزي ما زال معلق مع المنتخب، مدرب تايلاند. هو المدرب اللي يقيل هو مدرب تايلاند. لا بعد في حد يقيل، لا اول مدرب عم يقول لك، اول مدرب، ثاني مدرب سوري، مدرب ستانك. ايوه، لا سوري. في حد سوري. لا بس ستانك ثاني، وبعدين انتهت عقود عقودهم، عقودهم انتهت الاغلبيه، عقودهم انتهت. سكوب من 2016 خلاص، قال بدر العميري تركوا مناصبهم. اوكي، تركوا جيدر. لا يا اخي، انا مش عم يزعل رشيد، هو مستعجل اللي يبغى يروح تقرير يعني. تفضل. هي عادة لا تشترى بالنسبة للاتحادات الآسيوية، فمع كل إخفاق في كل بطولة نتابع سلسلة من قرارات الإقالة للأجهزة الفنية التي تعتبر المتغير الوحيد في منظومات اتحادات الكرة. هذه النسخة من بطولة آسيا لم تختلف عن سابقاتها، فمع انطلاق دور المجموعات جاء أول قرار من الاتحاد التايلندي بإقالة المدير الفني بعد أول خسارة للمنتخب أمام الهند. ولم تمضي أيام قليلة حتى تبعه الاتحاد السوري بقرار مشابه، حيث أقال جهازه الفني واستعان بالوطني فجر إبراهيم، وذلك عقب الخسارة أمام المنتخب الأردني. وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي ظهر به الأخضر السعودي، إلا أن مصير مدربه الأرجنتيني إخوان أنطونيو بيتزي ما زال غامضا أيضا. فاتحاد الكرة هناك قرر تأجيل اتخاذ القرار إلى ما بعد الاستماع لتقرير فني وإداري ومناقشتهما بشكل مستفيض. أما ألبرتو زاكيروني مدرب المنتخب الإماراتي، فقد كان عرضة للإقالة بعد الأداء الباهت في دور المجموعات، إلا أنه استمر حتى مباراة النصف النهائي أمام المنتخب القطري ليغادر بخفي حنين وسط غضب جماهيري من الأداء والنتائج في عهده. وفي المقابل انتهت السنوات 7 التي أمضاها البرتغالي كارلوس كيروش كمدير فني للمنتخب الإيراني، ليترك منصبه هو الآخر دون أن يحقق أي لقب لمنتخب إيران، علما بأنه قادهم لاعتلاء صدارة التصنيف الآسيوي. أما المدير الفني لمنتخبنا الوطني بن فيربك، فلم يكن هناك أي حديث عن إقالة أو استقالة أو حتى تجديد عقد، فما زالت الأمور فيها بعض من الغموض. وعلى النقيض تماما، ورغم الخروج المفاجئ للمنتخب الأردني على يد منتخب فيتنام من دور 16، فقد قرر اتحاد الكرة تجديد عقد المدير البلجيكي فيتال إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. هذه الخطوة اتخذتها منتخبات أخرى أيضا، مثل منتخب أوزبكستان الذي جدد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر. جماهير الكرة
تساءلت ذات مرة إن كان الإخفاق يتحمله الجهاز الفني فمن يتحمل قرار التعاقد بالأساسي مع المدربين وما هي الأسس المتبعة لاختيار الطواقم التدريبية؟ هذا الاستفسار نتركه لضيوف الزميل حسين العميري وربما تكون لديهم إجابة. طبعا الإجابة مع الضيوف البرنامج. ويعني طبعا رشيد جابر فقط من ضمن هذه الأسماء كلها طالب بالتريث في مسألة بإعادة النظر في مسألة يعني تجديد لبيتزي مع المنتخب السعودي وتمنى استمراريته مع المنتخب السعودي، لأنه أتوقع أن المنتخب بالأداء ماله وطبيعة اللاعب السعودي وإمكانية اللاعب والكرة اللي قدمها الاستحواذ على الكرة في نواقص طبعا فيما يخص الشق الهجومي والخلق الفرص وإنهاء الهجمة في هذا الجانب. أنا أتوقع بقى أو ممكن يتطور المنتخب في مع تصفيات كأس العالم وتشوف منتخب أكثر فعالية فيما يخص إنهاء الهجمة، فيما يخص اللاعب المؤثر، في المهاجم الصريح. أنا أتوقع مثل السعودية ما في مهاجم صريح، ما أعتقد يعني دائما السعودية يعودون بالمهاجمين المميزين بالضبط في الصندوق فعلا. فأعتقد أنه عمله واضح أنه جيد، المنتخب ما كان سيء، المنتخب السعودي كان ينقص هذا اللي تكلمنا عنه. واعتقد في المرحله استمرار المدرب هذه بهالفكر ممكن الفريق يبقى فريق متعب لكل المنتخبات، لانه عندهم القدره اللاعبين من الاستحواذ واللاعب ضد لاعب عندهم القدره ايضا في الصراعات هذه، مهارات عاليه كمان جدا مهارات جيدة. وبهالاسلوب ممكن يعني يفوز على اي منتخب، على اي منتخب في اسيا بسهولة. بس باقي أنه هو يبدأ يشتغل على النواقص اللي في المنتخب سواء كان في العناصر أو في الجانب التكتيكي وجانب إنهاء الهجمة اللي هي في الثلث الهجومي. فيها في على فكرة الثلث الهجومي هو في الأخير معظم أو النسبة كبيرة جدا بتعتمد على إبداع اللاعب وقدرات اللاعب يعني في هذا المنطقة يعني. المدرب الآخر اللي نجح طبعا معظم المدربين ما كانوا يعني اعتقد ان البحرين انا توقعت انه ما يكمل، هو انتهى عقده، هو انتهى عقده وخلاص يعني هم حلوا حتى الجهاز الفني والاداري. انا اعتقد الاردن حيكمل فيتال كمل نهائيات كاس العالم، يمكن المنتخب الوحيد اللي لحد الان الاتحاد الوحيد اللي اعلن التجديد اعلنوا فهو لانه ايضا الفريق كان جيد يعني الفريق يعني مع فيتنام هو بس كان له بصمه ايضا المدرب وكان الفريق واضح للفريق كان جيد. مدرب فيتنام لكوريا ايضا فيتنام اكيد استمر، انا اتوقع استمر الفريق المنتخب كان مميز. انا توقعت الهند يستمر يعني مدرب الهند اربع سنوات، شوف هو عمل اربع سنوات وكان يقول انا يعني ابحث انتظر إن الفرصه انتظر الفرصه ان اوصل هذا المنتخب لكاس اسيا وبعدها اشوف انه ممكن على الاقل اطلع من دول المجموعات. هو فاز في المباراه الاولى، صار عنده مثل الصدمه بعد الخساره وخساره الصعود، بس خسر بصعوبه، فأعلن الاستقالة مباشرة، أعلن الاستقالة مباشرة. مدرب كان يعني جاي لهدف معين ويبحث هو عنه، هو كان من المنتخبات اللي المفروض الحظ المفروض يصعد يعني. المفروض من المفروض. من أفضل المنتخبات اللي ما صعدت للدور الثاني. المجموعة هذه تلخبطت تماما يعني بالفعل، المباريات كلها غير متوقعة يعني ونتائجها غير متوقعة. مدرب الأوزبكستان كوبر أكيد مستمر يعني هيكتور كوبر نعم. هو أصلا من فترة بسيطة كان أعتقد ليبي ما مستمر مع الصين، ليبي خلاص أنهى يعني أنهى مسيرته أصلا مع الصين. وأيضا ما أعرف المنتخب وقال أعتقد أنه أعتقد أيضا المنتخب المدرب المنتخب له فترة طويلة مع المنتخب، فأعتقد أيضا ليبي لا منتخب مدرب منتخب استراليا لا جديد لا كان هذا كان معهم سابقا كان مع بيربك اي بس من حاليا لحاله استلم جديد ايوه استلم جديد لكن هو في سابقا كان مساعد بيربك مع منتخب استراليا ما اعتقد الحاجه اللي جايبه في البطوله هذا ما في اقالات يعني اقاله قليله جدا الاقالات نعم وهذا يمكن نوع من الوعي عندنا في اسيا انه ترى في بعض الاحيان المشكله ما تكون مدرب او بعض من الاوقات ما تكون لانه رشيد غالبيه المنتخبات كانت بشكل عام ايجابيه بس في شيء لما ينتهي عقده ما تجدد له معناته خلاص ما مقتنع فيه يعني خلاص انتهى الموضوع
لا لا مو ضروري مش ممكن أنا أعطوه فرصة أعطوه فرصة وشافوا أنه ما جدد خلاص يا أخي يعني قبل أنه نهاية عقد سكوب مع منتخب البحرين بيوم تقريبا رشيد جابر ذكر أنه المفروض أن سكوب خلاص نهاية مسيرته مع منتخب البحرين مش حيقدم جديد مش حيقدم جديد وفعلا وهن تماما وكان نهاية عقده إيه تماما من 2016 معهم هن طيب من 2016 يعني نفس الشيء أنا أتوقع أيضا ذكروني مش حيكمل مع المنتخب واضح انه مش هو ينتهي عقده ايضا ذكروني انتهى بنهايه البطوله نهايه البطوله أيوة. تمام واضح انه مش حيكمل معه كنت حابب اتكلم عن سانشيز قلت لك انا من هذا من بين المنتخبات الاطول يعني اطول فتره لمدرب مع منتخب من المنتخبات ال24 كيروش كمان كيروش 8 سنوات هذا تقريبا 9 سنوات لا بس هو مش مع المنتخب الاول مع نفس الاسماء مع اوكي نفس لا بس مع المنتخب الاول فتره قصيره يعني من كاس الخليج اعتقد بس مع نفس الاسماء ابو فيصل يعني. اوكي بس الاسماء لكن بتكلم انه كمسؤول عن المنتخب الاول الاول طبعا تختلف لما تكون مسؤول عن المنتخب الاول حتى طبعاً. لو كان نفس الاسماء طبعا البريشر غير يختلف البريشر غير التعامل غير المنافس ايضا يختلف تماما انا حكيت عن شخصيته بتعجبني هالهدوء التركيز سانشيز لكن انا كمدرب اللي لفت انتباهي المدرب الياباني مي. كمان نفس الشيء بي 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 حتى هذه بعد قطع من الثلج يا اخي حتى مع بيقعد على شيء بالعكس بس بي بس بالاشاره بس يمكن يصفر فقط ايضا من الشخصيات حتى فيربك هذه لو تشوف وحتى فيربك كمان يعني حتى بكل ردات الفعل كانت ايضا المدرب المنتخب الكوري جام باولو بينتو في عمل واضح انه في عمل تماما يعني في كثير لمسات حلوه للمنتخب الكوري طيب عموما انا ما اعتقد ان البطوله هذه كان في استقرار جيد يعني نستثني بعض المنتخبات ولكن بصوره عامه معظم يمكن المنتخبات من الفريق اللي دفع الثمن فيما يخص مدرب اللي دفع ثمن فيما يخص يعني انه جاء البطوله واثر عليه المدرب بشكل سريع كيف اجى انه جاء هذا البطوله متوقع منه الافضل لكن اثر على مشوار المدرب انا عرفت اجابتك عشان كذا انا سالت رشيد عشان انا اعرف اجابتك انت بدي اسالك انا مين هو المنتخب اللي كان مرشح وطلع ب اسوء نتائج سوريا انا مرشح انه لدول الاربعه يا اخي الفريق الوحيد اللي خيب توقعاتي لحد الان فيصل ما يعجبه يا أخي ما يحبنا على كل حال نروح للتقرير اللي بعد لأن الوقت يدركنا أيضا وكان حديث أيضا في كل بطولة آسيوية ترتبط يمكن بأشياء وأجندة خارج الملعب يعني ربما والاتحاد الآسيوي أيضا مقبل على انتخابات ربما أيضا ألقت بظلالها على هذه البطولة نتابع ثم نعود النظر إلى النصف الممتلئ من الكأس لا يكون مجدياً في حالات عدة من ضمنها سياسات التطوير التي تتعلق بالقارة الصفراء فها هي بطولة كأس آسيا على مشارف الانتهاء والجميع تقريباً تحدث عن النصف المليء ولم يتطرق للنصف الفارغ الذي يعد سبباً رئيسياً في أن تكون هذه البطولة هي الأضعف بين بطولات القارات الأخرى نسخة عام 2019 التي شهدت مشاركة تاريخية لأربعة وعشرين منتخباً انفردت بسيناريو تغيير الملاعب في مباريات المجموعة الواحدة وجرت العادة في مثل هذه التظاهرات أن تتنافس منتخبات المجموعة الواحدة على الملعب ذاته في حين يستفيد متصدر المجموعة من أفضلية الملعب عندما يستقبل منافسه في الأدوار الإقصائية الذي يلي الدور المجموعات وشهدت هذه النسخة أيضاً بدعة جديدة للاتحاد القاري عندما أقر استخدام تقنية الفيديو في الدور الربع النهائي حارماً للمنتخبات الأربعة والعشرين من الاستفادة من هذه التقنية وكان الأصل أمام أن يقر الاتحاد بعدم استخدام التقنية ليحقق مبدأ العدالة بين المنتخبات المشاركة كونه لم يقر استخدام تلك التقنية في دور المجموعات المتابع للبطولة الحالية يرى أن الاتحاد الآسيوي عمل على استباق الأيام فضغط المباريات بشكل غريب ولم تكن أيام الراحة عادلة بين المنتخبات المتنافسة فهناك من خلد للراحة لمدة 6 أيام ليواجه منتخباً آخر لم يخضع للراحة إلا لمدة 72 ساعة فقط حمى الانتخابات المنتظرة كانت الشغل الشاغل في الكواليس الآسيوية فمعظم الاتحادات دخلت في تحالفات مستفيدة من هذا التجمع الذي يسبق انتخابات القارة بشهرين لا يختلف اثنان على أن الإمارات نجحت بامتياز في الجانب التنظيمي وكان نجاحها أكبر من نجاح الاتحاد الآسيوي نفسه
في تنظيم بطولة قوية تحقق على الأقل مبدأ العدالة بين المنتخبات كافة. تمام، ما يكون طبعا مبدأ العدالة بين الجميع هو ما يثير الجدل في الاتحاد. الاتحاد الآسيوي؟ إيه؟ خلاص يا أخي مشيها بدك تحسب العدالة. يعني المهم كما شو الفار كما قال الكابتن بار أيام الراحة محمود سلطان. هي قبل شوي لو لاحظت وقت الحكاية قال لك على حكينا على المنتخبات إنه شهر وبعض المنتخبات فعلا هي المدة كانت طويلة بالنسبة للمنتخبات، لكن في بعض المنتخبات ترتاحت أكثر من المنتخبات الثانية. أعتقد إنه في حال هالتجربة يمكن هي بدها تكون تقييم كونها أول تجربة، أعتقد بيتم تجاوز كثير من الإشكاليات هي. حتى بتنضغط الأيام لو في ملاعب وليش يا أخي تلعب مثلا من أول شيء لا تخلي مسافات بين كل مجموعتين مثلا في كأس العالم تستطيع أنه تتجاوزها لهي. بالضبط. أما بالنسبة للتحدي هذا ما لفت أيضا انتقال المنتخب الواحد بين أكثر من ملعب في نفس المجموعة. طيب ما هنحدد أنت من أول شيء أفضل شيء بطولات هذه. بس عادي أنا ما أعتقد أنه مسافات قريبة. ما في مسافات قريبة. لك مسافات قريبة. مسافات قريبة جدا. وملاعب كلها جيدة ومميزة. ما يفرق الملعب يعني. بس من ناحية السعة الجماهيرية. الجماهيرية في كان عندها مشكلة بإستاد الشارقة. الشارقة واجه مشكلة في أكثر من مباراة. تمام، بكل المباريات اللي كان فيها حضور جماهيري كان فيها مشكلة، لكن كأرضية ملعب مبارياتنا ومبارياتكم والأردن وفلسطين باللي أقيمت بالملعب هذا تماما الملعب. بس فقط بهذا الملعب. بالضبط. تماما. بس حكوا إنه الفار إنه ما في عدالة لكل المنتخبات. طبعا ما في عدالة لكل المنتخبات، وبتشعر انه هذا التطبيق التقني هذا بس فقط ليخدم الكبار اللي بيتاهلوا للادوار النهائيه، وهذا اللي صار. جميل. اذا طبعا نحن في الدقائق الاخيره نصل الان الى هذا التقرير الذي يرصد من خلاله الزميل الحسن الاحمد بعض الاراء من الزملاء الاعلاميين حول التغطيه الاعلاميه لهذه البطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن نحن يعني اهتمينا بالبطولة قبل بدايتها بفترة طويلة جدا، نسبة المشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة، وفردنا الكثير من المساحات والصفحات والتغطيات والتحليلات بشكل يومي ومنتظم. أيضا كان هنالك وفد للصحيفة في الإمارات مرافق المنتخب ويغطي بشكل منتظم برسالة يومية. عموما يعني البطولة يمكن تباينت فيها المستويات الفنية، كان هنالك بعض المفاجآت التي فرضت نفسها في النتائج الخاصة في الدور الأول. بعد ذلك افتكر انه بعض المنتخبات اللي كانت مرشحه للوصول للمباراه او للمباريات النهائيه لا تزال هي في قلب السباق وتملك نفس الفرص في ان تتوج بلعب هذه النسخه. يمكن الكل كان على يعني ترشيحات كانت كبيره جدا بان يتاهل المنتخب العنابي لهذه المباراه لكثير من الاسباب التي سبقت المباراه، وترجم المنتخب العماني هذه الأفضلية من خلال فوز كاسح وكبير، وبالتالي حقق أو ضمن للمرة الأولى في تاريخه الوجود في المباراة النهائية. يعني نحن العاطفة هي التي يعني تسهب لتشجيع قطر وتتمنى أن يتوج منتخب عربي بهذه البطولة، ولكن بكل صراحة المباراة حتكون صعبة جدا على منتخب قطر، وتوجب من الجهاز الفني التعامل مع سرعة المنتخب الياباني وخبراته وطموحاته، باعتبار أنه منتخب متمرس وسبق أن فاز بأربع بطولات في هذه البطولة، بالتالي يجب أن يكون هناك حذر كبير جدا وتعامل مختلف للمنتخب العنابي مع هذه المباراة حتى يحافظ على حظوظه في التأهل أول فوز باللقب لأول مرة في تاريخه. بالنسبة للتغطية الإعلامية لجريدة رؤية فهي تمت على أكثر من محور، نظرا لأن الحدث استثنائي في القارة الصفراء، فعن طريق الجريدة الورقية اشتغلنا بشكل يومي، وأيضا جاء ذلك تزامنا مع عمل على مدار الساعة من خلال الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للجريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الحال عبر برنامج سفيرة آسيا مع إذاعة صوت الرؤية. فأعتقد أن جريدة رؤية عبر
أكثر من محور، قدمت وجبة دسمة لمستمعيها ولقرائها، وهي كذلك في معظم الأحداث الاستثنائية زي المونديال وزي بطولة آسيا، وربما نكون بنفس العمل في كوبا أمريكا القادمة إن شاء الله. أما بالنسبة للمستوى الفني، فالمستوى بدأ في الأدوار الأولى بشكل متواضع، نظرا لأن البطولة لأول مرة تشهد مشاركة 24 منتخب. فبعد خروج المنتخبات اللي أصفها بها المنتخبات المكافحة المتطورة، بدأت المستويات ترتقي وترتفع، وبدأت المباريات تدخل في حد التنافس والندية بعض الشيء، وصولا لدور الأربعة أمس اللي شهد مباراة كبيرة بين الشقيقين المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري. أولا أبارك للمنتخب القطري على المستوى الراقي والنتائج الإيجابية المتميزة اللي قدمها منذ أن وطأت أقدام لاعبيه إلى أبو ظبي. بصراحة لم يأتي وصوله للمباراة النهائية محض صدفة أو ضربة حظ، ولكن عمل كبير ومخطط له منذ سنوات طويلة يجني ثماره الآن المنتخب القطري. عمل منذ المراحل السنية والآن أتى وقت جني الثمار. عمل كبير من سانشيز، عمل كبير من اللاعبين. بصراحة طريق المنتخب القطري كان طريق صعب للغاية لبلوغ المباراة النهائية. طلع منتخبات سبق لها كلها أنها تتوج باللقب، زي منتخب العراق، زي المنتخب حتى فوز على المنتخب السعودي، إقصاؤه لشمشون آسيا، كلها عوامل وكلها نتائج دللت أنه منتخب كبير. هو أقوى خط هجوم، هو أقوى خط دفاع، ما زال يحتفظ بشباكه نظيفة، عنده قبة حديدية اسمها خط الدفاع الحديدي لمنتخبه العنابي. حظوظه كبيرة جدا في المباراة النهائية. فعلا نقدر نقول أنه من الصعب التكهن بالنتيجة، ولكن على أرضية الميدان عنده حظوظ كبيرة جدا أنه يحصد اللقب. بداية، نحن كإذاعة صوت الرؤية مثل بقية وسائل الإعلام العمانية كنا موجودين يعني في الحدث من خلال صافرة آسيا، تكلمنا عن استعدادات المنتخب وأيضا المنتخبات الخليجية والعربية الأخرى، ومستمرين يعني في التغطية، وإن شاء الله تكون التغطية يعني نالت إعجاب واستحسان متابعينا، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع بخصوص التغطية. بالنسبة للبطولة أنا أشوف أنها كانت خالية من المفاجآت، حتى لو البعض يعتبر ممكن وصول المنتخب القطري للنهائي مفاجأة، بس أنا أعتبره قياسا بالأداء اللي قدموه ما يعتبر مفاجأة. حتى أغلب المنتخبات يعني اللي كانت نقول صغيرة أو لأول مرة تشارك طلعت من الأدوار الأولى، فالبطولة خالية من المفاجآت. بالنسبة للمباراة النهائية بين قطر وبين اليابان، أنا أتوقع اليابان رغم أني ما أتمنى هذا الشيء، أكيد كلنا كخليجيين نتمنى فوز المنتخب القطري وتحقيقه لهذا الإنجاز لأول مرة، لأنه فعلا منتخب مثابر مجتهد ويستحق أنه يتوج بالكأس الغالية. بعض الآراء التي رصدها الزميل الحسن الأحمد من بعض الزملاء الإعلاميين، نوجه لهم تحية جميعا ولكل زملاء أيضا المتواجدين في الإمارات لتغطية هذه البطولة، وجهد على مدار أيام طويلة يعني يمكن في الأيام الماضية مباريات ماراثونية عم يلعبوا ومباريات هم يلعبوا مباريات ويتنقلوا بين أكثر من مكان أيضا، بس ما وصلوا لركلات الجزاء لسه. أيوه، هم وصلوا إلى قريب خط النهائي خط النهائي، ولكن هي أيام جميلة في الحقيقة، يعني البطولة جميلة بعدين تتذكرها بالضبط. كل البطولات، كل التغطيات اللي فيها صعوبة خاصة جميلة. إذا كان فيها صعوبة تستفيد منها من كل النواحي. نعم، يمكن يعني فيصل، يعني احنا ايضا بنشوف يمكن في حلقه قادمه بعض الاراء من الامارات جماعه الزميل احمد الكعبي عن التنظيم في هذه البطوله، وفي الحقيقه يعني كانت على مستوى عالي، ايضا النجاح الجماهيري كان شيء لافت وسمه بارزه في هذه البطوله. تنظيم فعلا تنظيم مميز يعني من الكل، يعني اللي سمعناه واللي قراناه بالنسبه لتنظيم البطوله يعني شيء مميز تماما يعني. طبعا الحضور الجماهيري ساعد لانه كل الجاليات موجوده، يعني بالفعل اعداد كبيره، المنتخب السوري جماهيره موجوده، المنتخب الايراني جماهير، الاردني جماهير، حتى الفيتنام شفنا الفيتنام والفلبين جماهيرهم موجوده، منتخبنا نحن وكنا بنلعب في ملعبنا هنا. ففعلا منتخب الامارات ايضا جماهيره كانت موجوده، ففعلا جماهيريا معظم المنتخبات تواجد معها جمهورها، وهذا اعطى البطوله جمالي يعني جمالي جدا يعني اليوم الملعب ما شفنا الملاعب خاليه ابدا. بالفعل في بعض النسخ كنا نفتقد هذا الجانب يعني طبعا، فحاجه ايجابيه يعني فعلا البطوله نجحت، يعني البطوله نجحت ونجحها برغم اداء المنتخب اللي هو المستضيف البطوله واداء اللي ما كان مقنع، الا ايضا وجوده في السيمي فاينل ايضا ساعد على
استمرار الجماهير واستمرار الحضور الجماهيري زخم كبير، وهذا حاجة المنتخب الإيراني نفس الشيء وجوده في دور الأربعة أيضا ساعد أيضا الحضور الجماهيري. ففعلا الجمهور والتنظيم ميز البطولة هذه، وهذا طبعا مش غريب، يعني مش غريب على نحن الدول مجلس التعاون في الخليج دائما لما ننظم بطولة دائما نكون مميزين في التنظيم، يعني ما تكون ما عندنا إشكالية في التنظيم أبدا، ما عندنا إشكالية في التنظيم أبدا، لأنه معرفتنا وقدراتنا وإمكانياتنا أيضا وطبيعتنا طبيعتنا أنك تكرم الضيف، الأمور دائما تكون مميزة أنه ما في حاجة من خبرات رشيد، عدد كبير من البطولات تم الاستضافة بطريقة مثالية، كل البطولات اللي أقيمت في دول مجلس التعاون كانت مميزة جدا. نعم، فهو ويشكر الإخوة يعني المجهودات كانت كبيرة، أكيد مجهود كبير حقيقة، وأيضا يعني بس بغض النظر على الشكاية الإعلامية، لكنه هي منطقيا كانت المحاظير اللي وضعت انه مثلا الاعلاميين لاقوا صعوبه، هذا ما لها دخل، هو لا انه يعني. هلا بيحكوا مثلا انه اخي شو الصعوبات ولا الاعلاميين، لكن ضمن المعايير الموضوع في استضافه اي بطوله عالميه، وهذا منطقي جدا استضافت، ولكن منظم البطوله هو الاتحاد الاسيوي. نعم لا حتى يعني بغض النظر، لكن البطوله حتى الجماهير يمكن كان يخشى انه يقولوا انه العدد الجماهير هل ممكن انه يوصل للاعداد هيدي، فكانت الحضور الجماهيري لكل المباريات بشكل عام هو رد تماما على القلق اللي كان مشوب بهذا الناحية قبل انطلاق البطولة. شكرا لك مع النداف، وصلنا لختام الحلقة. تسلم لي. شكرا لك كابتن رشيد جابر. شكرا حسين. الله يخليك. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام. إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مساء آسيا، حلقة جديدة في الانتظار هي قبل الأخيرة وقبل اليوم الأخير ليسدل بعد ذلك الستار على هذه البطولة بإذن الله تعالى. في الختام هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل بقيادة المخرج بدر العميري، إلى اللقاء.